يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا محمد. صباح الفل عليك يا بسنت. صباح الخير والسعادة والرضا على حضراتكم في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. من المبادرات المهمة جدا اللي بتحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري هي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ. المبادرة دي شفناها امبارح في احتفالية عيد العمال اللي حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عرضت أربع نماذج للمشاريع اللي دعموها لحد ما أصبحت مشاريع كبيرة قائمة بذاتها وبتنتج وتوفر فرص عمل كتير، بالإضافة لتوفير السلع والمنتجات للسوق المصرية، علشان الهدف الرئيسي هو تقليل فاتورة الاستيراد. طبعا مبادرة ابدأ من المبادرات المهمة جدا، يمكن اتكلمنا عنها كتير في صباح الخير يا مصر. المبادرة دي انطلقت من سنتين وتحديدا في اكتوبر 2022 بتوجيه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، علشان تشتغل على ثلاث حاجات مهمين، وهم توفير فرص عمل للشباب، توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية. اعتقد ان المبادرة نجحت خلال السنين اللي فاتت ان هي تحقق المعادلة الصعبة دي، لان الارقام بتقول ان المبادرة اشتغلت على 84 فرصة استثمارية صناعية، نجحت كمان في تنفيذ 23 مشروع منهم كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية بتصل ل 62 مليار و500 مليون جنيه. بس أنت استكمال لنجاح مبادرة ابدأ اللي كان ليها أثر كبير جدا في السوق المصري وفي الصناعة المصرية، تم الإعلان امبارح خلال احتفالية عيد العمال عن إطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر. ده بيعتبر أول صندوق صناعي متخصص في الاستثمار الصناعي جوه مصر. هدفه الأساسي هو تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات، وهيتم طرح الصندوق في البورصة المصرية إن شاء الله بقيمة تصل حوالي 2 مليار و500 مليون جنيه. ابدأ هي مبادرة وتجربة مهمة جدا جدا، قدرت ان هي تحقق نجاح على ارض الواقع، ايديهم في ايد المشاريع الصناعية بشكل مستمر، عشان كده قدرت انها تكون جزء مهم واساسي في استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة. مرة تانية بنصبح لحضراتكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات، ونقول لها صباح الفل عليك يا لمياء. صباح الفل يا لمياء. صباح الخير عليك محمد، وصباح الخير عليك يا بسنت، وجمعة مباركة عليكم وعلى كل مشاهدينا في كل مكان، وصباح عليكم مرة تانية مشاهدينا. وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 32 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 24 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوي. برحب بحضراتكم من جديد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفل امبارح مع العمال في عيدهم من مجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان، وشارك في افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في قطاع الصناعة. ووجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا لإصداره وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعلانات اللي بيصرفها صندوق الطوارئ للعمال. امبارح كمان استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من ملفات عمل وزارة المالية، ووجه رئيس الوزراء ببدء حوار مجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة لفتح نقاش شامل مع كل المتخصصين والمهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفل مع العمال في عيدهم من مجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان، وشارك في افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في قطاع الصناعة، كما شهد الرئيس عبر الفيديو كونفرنس بعض المشروعات الصناعية اللي دعمتها مبادرة ابدأ، ومنهم مصنع لإنتاج محركات بنزين وسائل النقل الخفيف لإنتاج أول محرك مصري. وامبارح وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بزيادة مخصصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال ل 1500 جنيه، ووجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيداً لإصداره وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات اللي بيصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بمجمع هايور الصناعي للبيئة بمدينة الروبيكي في العاشر من رمضان. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق اللي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات لا سيما الصناعة. امبارح بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان اللي وفاته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء قدم خلالها العمل والجهد المخلص لبلاده. وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه الإمارات قيادة وشعبا، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يحفظ قيادة وشعب الإمارات الشقيق ويديم عليهم الأمن والاستقرار والرخاء. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدد من ملفات عمل وزارة المالية. وجه رئيس الوزراء ببدء حوار مجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وأكد وزير المالية أنه هتم مخاطبة مسؤولي الحوار الوطني والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من الأطراف المعنية وإرسال الوثيقة لهم حتى يتسنى تلقي جميع الردود والملاحظات من هذه الجهات، تمهيداً لفتح نقاش شامل مع كل المتخصصين والمهتمين للوصول للصيغة النهائية للوثيقة. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية في قطاعات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والبترول والغاز والطاقة النووية والحديد والصلب والبتروكيماويات وتصنيع عربات مترو الأنفاق واستيراد المنتجات الزراعية المصرية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية مهتمة بتوسيع نطاق الاستثمارات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة إلى جانب الاستثمارات الحالية، داعياً الشركات لعرض خططهم للعمل في مصر، مؤكداً استعداده في الوقت نفسه للاستماع لأي صعوبات قد تواجه هذه الشركات والعمل على حلها على الفور بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. امبارح بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وبهذه المناسبة أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعاً كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عاد إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا بدعوة من الجنرال متين غراق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية واللي استمرت لعدة أيام. وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية مع استعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وتركيا. وعقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة جلسة مباحثات موسعة مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية تناولت علاقات التعاون العسكرية والأزمات الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومي لكلا البلدين مع توافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها. وأكد الجانبين على تطلعهم لزيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع آخر أخبار المحافظات. في الشرقية تم إلقاء مليون زريعة سمك لدعم الصيادين. في الغربية تم رصف شارع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. كمان في اسكندرية تم الكشف على 1540 مريض في قافلة طبية مجانية. وفي المنيا الشوان والصوامع استقبلت 78,000 طن من محصول القمح. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الشرقية تم إنزال مليون زريعة أسماك ما بين 500,000 بلطي نيلي و500,000 سمك مبروك تم استزراعها بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك التابع لرئاسة الوزراء في منطقتي بحر فأوس وبحر أبو الأخضر بالمحافظة، وده لتوفير الأسماك بكميات كبيرة ودعماً لمهنة الصيد وخلق فرص عمل جديدة من الصناعات التكميلية القائمة على المهنة.
فأسيوط أعلنت المحافظة عن تنظيم 8 قوافل طبية خلال شهر مايو الجاري بقرى مراكز الفتح والقوصية وأسيوط وصدفة والبداري وأبو تيج لتقديم العديد من الخدمات الطبية وتوفير العلاج بالمجان. في الغربية بتشهد المحافظة رصف وتطوير شارع شركة مصر للغزل والنسيج بحي ثاني المحلة الكبرى بداية من كوبري النجاري حتى كورنيش المحلة بطول 3 كيلو و400 متر، وده ضمن خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إطفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 والضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل. في الإسكندرية نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية مجانية بقرية عبد الباسط عبد الصمد على مدار يومين بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، واللي بتبعد 27 كيلومتر عن أقرب مستشفى برج العرب المركزي، وده في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1540 مريض من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجاناً بالكامل ليهم. في المنيا أعلنت المحافظة أن شوان وصوامع المحافظة استقبلت 78,989 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وده من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة وسط الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي. في البحر الأحمر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن حاجتها للتعاقد على بعض الوظائف المختلفة، وهي وظيفة محاسب وسائق درجة أولى ووظيفة محصل بنظام العمولة. وأكدت الشركة أنه على المتقدمين استكمال نموذج شغل الوظيفة المعد فقط على الموقع الإلكتروني خلال 10 أيام بدءاً من تاريخ الإعلان. في الإسماعيلية أكدت إدارة الرعاية الأساسية أن مبادرة 100 مليون صحة قدمت خدماتها لحوالي 7500 مواطن بمركز مدينة القصاصين، وده من خلال مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بفحص 4561 مواطن و2912 سيدة بمبادرة صحة المرأة خلال شهر إبريل الجاري. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. صباح طيب وكله خير على حضراتكم، ودلوقتي جه ميعادنا مع حالة الجو بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون حار بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، إنما شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الجو، خصوصا أن احنا عايشين حالة استقرار بقالنا كذا يوم، مكمل معانا ولا هنتفاجئ بتغيرات جوية مختلفة؟ هو بالفعل مكمل معانا الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية. قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، يمكن اليوم تحديدا هنحس ان هي فيها ارتفاعات طفيفة جدا بمعدل من درجة لدرجتين عن أمس أو أول أمس، لأن بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي، ده بيعمل بشكل كبير على زيادة كثرات سطوع أشعة الشمس، فبالتالي ده هيساعد ان احنا نحس بالأجواء الحارة في القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، مناطق من جنوب سيناء. العظمى اليوم على القاهرة الكبرى وقت الظهيرة هتكون 32 درجة مئوية. المناطق الساحلية بتكون أقل حرارة، أجواءها بتكون أجواء مائلة للحرارة، أما المناطق الجنوبية جنوب الصعيد أجواءها شديدة الحرارة خلال فترة النهار، وزي ما قلنا ده في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس بيحصل طبعا العكس تماما، بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده هيكون محسوس وملموس أكتر في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترة الفجر وفترة الصباح الباكر، ترجع تاني أجواء مائلة للبرودة، فيها بعض البرودة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة في المحافظات الشمالية وخاصة كمان في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراء بشكل كبير. أيضا اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية، سرعة رياح هتتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة. نشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا في أغلب المحافظات هيلطف الأجواء بشكل كبير ويحسسنا بقيم درجات حرارة أقل،
لكن هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة في محافظات وسط وشمال الصعيد، مناطق كمان من جنوب سيناء ممكن نلاحظ فيها بعض الأتربة والرمال المثارة. طبعا دايما في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية، كانت موجودة معانا اليوم وأدت انخفاضات في الرؤية الأفقية وخاصة في المنطقة الغربية. شبورة مائية طبعا بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي أيضا سرعان ما بتختفي مع سطوع أشعة الشمس. ننوه كمان النهارده ان هيكون في ارتفاع امواج على شواطئ المنطقه الغربيه من سواحلنا الشماليه الغربيه، شواطئ البحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 1.5 الى 2.5 متر على الشاطئ، فلازم ناخد بالنا بقدر الامكان لان سرعات الرياح على البحر المتوسط من المنطقه الغربيه هتكون ما بين 40 ل 50 كيلو متر على الساعه. مع بكره وبعده هيكون في اضطراب كامل في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، يعني احنا عندنا السبت والحد ارتفاع امواج بيوصل ل 3 متر على البحر المتوسط، وهيكون غير مؤهل تماما لاي اعمال صيد وملاحه بحريه او حتى كمان اعمال تنزه. لكن بالنسبه لقيم درجات الحراره بكره هتحس ان الاجواء تكون اكثر اجواء ربيعيه، مع يوم الحد والاثنين قيم درجات حراره حول المعدلات او تكون كمان اقل من المعدلات الطبيعيه، والاجواء هتكون اجواء ربيعيه بشكل كبير لان هياثر علينا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيلطف الاجواء بشكل كبير وهيكون معاه سحب منخفضه ومتوسطه اللي هنخلي بالنا منه بقدر الامكان نوعيه الملابس خاصه فتره الليل، ما ظل نرتدي ملابس خريفيه فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، يفضل طبعا ما تكونش ملابس صيفيه تجنبا لنزلات البرد. انا كنت لسه اسال حضرتك دلوقتي مع المنخفض الجوي نرجع نتقل اللبس تاني الصبح كمان؟ مش فتره النهار، يعني احنا فتره النهار خلاص قيم درجات الحراره لما هتنخفض هتنخفض ل 29 درجه مئويه فتره النهار، نشاط الرياح اللي هيكون موجود ممكن يحسسنا ان هي اقل من 29، لكن ده مش هنحتاج معاها ان احنا نتقل الملابس فتره الظهيره تحديدا، لكن نوعيه الملابس دي هتكون فتره الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، لان لو ادي لسه فيها بروده وهنلاحظ فرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل ده ممكن قدر الله يسيبنا بنزلات البرد. الفتره دي فتره اجازات الناس كلها كمان بتتجه للمناطق الساحليه، فنخلي بالنا من ارتفاع الامواج على شواطئ البحر المتوسط تحديدا، لان اللي فيه ارتفاع امواج ممكن يسبب خطوره حتى كمان على المواطن العادي لو هو حابب ينزل البحر، فناخد بالنا بس ونكون في منطقه قريبه من الشاطئ دايما. البحر الاحمر معتدل ومؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه. طيب ايه اكتر المناطق اللي موجوده في مصر فيها تباين كبير في درجات الحراره عشان الناس تاخد بالها؟ هي طبعا التباين الكبير بيظهر في المحافظات الموجودة في جنوب البلاد، ده فرق قيم درجات حرارة يتجاوز احيانا ال 15 درجة مئوية، لكن هي فترة الليل كمان قيم درجة الحرارة مرتفعة، يعني احنا بنقول فترة النهار بتوصل ل 36 درجة مئوية، فترة الليل بتكون 20 او 22 درجة مئوية، في خلاف كبير في قيم درجات الحرارة، لكن فترة النهار اجواء شديدة الحرارة وفترات الليل اجواءها بتكون اجواء معتدلة، ما بنحسش برودة في محافظات جنوب الصعيد. المناطق اللي موجوده في سواحلنا الشماليه السواحل الشماليه اجواء فتره النهار اللي هي مطله على البحر المتوسط بالليل اجواء مائله للحراره، فتره الليل اجواء بارده او مائله للبروده، لان الصغرى فتره الليل ممكن توصل في بعض الاماكن من مطروح او الاسكندريه ل 16 و 15 درجه مئويه، فهنلاقي التباين ده في احساسنا بقيم درجات الحراره، فلازم ناخد بالنا يمكن في اغلب المحافظات من تباين قيم درجات الحراره فتره الليل، لان الناس دايما بتنخدع باشعه الشمس والدفء فتره النهار وبتقول خلاص احنا يعني نرتدي الملابس الصيفيه، بنيجي فور غياب اشعه الشمس او دخلنا فتره الليل نحس بالبروده، فرق درجات الحراره في جسم الانسان بين النهار والليل ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فناخد بس يعني حذرنا بقدر الامكان من نوعيه الملابس. الأتربة والرمال المثارة النهاردة في المناطق الموجودة في جنوب سيناء أو محافظات وسط وسط وشمال الصعيد ناخد بالنا بس بقدر الإمكان، ومرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية في الأماكن دي هل هي جديدة هتأثر على مرضى الحساسية أو الرؤية حتى الأفقية على الطرق؟ ممكن طبعا يكون معاها، هي مش شديده بالشكل الكبير بس اكيد ممكن تاثر على مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، او ممكن تؤدي لانخفاضات طفيفه في الرؤيه الافقيه، يعني ان شاء الله مش هتوصل لحد العاصفه، لكن بتاثر طبعا على مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه او الرؤيه الافقيه، فمهم جدا بس ناخد بالنا في محافظات شمال ووسط الصعيد ومناطق من جنوب سيناء فقط، لكن باقي محافظات الجمهوريه ما عليهاش اي اتربه ورمال مثاره.
احنا في فصل الربيع دايما بيحصل تغيرات جويه في حاله الجو من يوم للتاني والتوزيعات الضغطيه، فاحنا يوميا مهم جدا نتابع النشره الجويه ونشوف الاحوال الجويه ايه دايما قبل ما نخرج من البيت عشان نبدا نأقلم نفسنا مع اي ظروف جويه مختلفه. دايما بحب اخد معاكي في اخر كلامك توصيات ونصايح للناس علشان الاجواء الربيعيه اللي احنا بنعيشها. هو طبعا احنا زي ما حضرتك بتقولي اجواء رباعيه، بمعنى ان حتى لو طقس معتدل وطقس مستقر دايما بيحصل تغير في الحاله الجويه في فصل الربيع، هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه. عشان كده اهم نصيحه احنا بنقولها دايما للناس ان احنا نتابع النشره الجويه اذا كان فتره الليل او كمان قبل ما نخرج من بيت فتره الصباح، نعرف ايه الظواهر الجويه اللي ممكن تاثر عليا وابدا اتاقلم نفسي مع اي ظاهره جويه مختلفه. زي ما قلنا في الاول في كلامنا نوعيه الملابس، لو احنا بنرتدي الملابس الصيفيه فتره النهار او فتره الظهيره يفضل فترات الليل ما تكونش الملابس الصيفيه، فتره الليل او فتره الصباح الباكر. الشبوره المائيه ظاهره جويه مؤثره معانا وخاصه اليوم كانت في المنطقه الغربيه، فمهم جدا مع وجود الشبوره المائيه القياده بهدوء تام، نتابع كافه تعليمات المرور، يعني ناخد بالنا دايما من انخفاض الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر. وكمان طبعا فتره الظهيره لو احنا في الاماكن الموجوده في جنوب البلاد او الاماكن اللي بتبقى قيم درجات حرارتها مرتفعه فتره النهار، بقدر الامكان نتجنب اشعه الشمس المباشره، لان وجودي تحت اشعه شمس مباشره ممكن يخليني احس بقيم درجات حراره مرتفعه، لان قيم درجات الحراره اللي احنا بنقولها في النشره هي قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل تحت المعايير الدوليه اللي وضعها المنظمه العالميه للارصاد الجويه. دايما درجه الحراره المحسوسه بتعتمد على عوامل اخرى زي تعرضي لاشعه الشمس في فصل الربيع، فمهم جدا ناخد بالنا بس من التعرض لاشعه الشمس، وان شاء الله دايما السلامه للجميع. بشكرك شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها على طول بالقاهره للعظمى فيها 32 والصغرى 19، العاصمه الاداريه 31 18، اسكندريه 25 17، والعلمين 24 17، مطروح 24 16، ودمياط 26 17، بورسعيد 25 17، والاسماعيليه 32 16. هنروح للسويس العظمى فيها 32 والصغرى 18، العريش 26 16، وكاترين 24 12، طابة 29 21، حلايب 31 23، وشلاتين 34 22، شرم الشيخ 34 23، الغردقة 34 23. الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 22، بني سويف 33 21، الوادي الجديد 37 21، اسيوط 34 22، سوهاج 35 23، قنا 36 25، الاقصر 36 24، واخيرا اسوان العظمى فيها 37 والصغرى 25. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. وعلى طول هنروح لباسانت ومحمد نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليكي لمياء. مشاهدينا خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيصلي قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات الجمعة العظيمة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأيضا قداس عيد القيامة المجيد. النهاردة هتطلق وزارة الأوقاف برنامج لقاء الجمعة للأطفال عقب صلاة الجمعة في 27 مسجد ضمن دورها لغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، واستمراراً لجهودها في الاهتمام بالنشأ. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة عن أمانة العامل والصانع وجزائها، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معاً الأولى والثانية ما بين 10 دقائق و 15 دقيقة كحد أقصى للخطبتين. النهاردة هتنطلق فعاليات الماراثون السنوي للاتحاد المصري للتأمين في نسخته الخامسة تحت عنوان نجري من أجل صحة أفضل، وده بمشاركة أكثر من 1500 مشارك. تتضمن فعاليات الماراثون هذا العام مسابقات رياضية خاصة لذوي الهمم. النهاردة بيوافق ذكرى وفاة فنانة مصرية عظيمة، الفنانة زوزو نبيل، اللي حجزت ليها مكان خاص في ذاكرة كل المصريين وحفرت اسمها كواحدة من أهم نجوم الدراما المصرية على مدى أكثر من نصف قرن. قدمت الفنانة الراحلة زوزو نبيل العديد من الأعمال الدرامية في المسرح والسينما والتلفزيون، وكلنا كمصريين كنا بنسمع صوتها لمدة 876 ليلة، هي الليالي الخاصة بصوت شهرزاد
في ألف ليلة وليلة في الإذاعة المصرية، نسمع حكاياتها ونسمع أعمالها الجميلة. تعالوا نشوف تقرير وأهم المحطات الفنية في حياة الراحلة زوزو نبيل. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زوزو نبيل التي حفرت اسمها كواحدة من أهم مشاهير الدراما المصرية على مدار أكثر من 50 عاماً قضتها بين أروقة السينما والتلفزيون ومواقع التصوير. ولدت عزيزة إمام حسين الشهيرة بزوزو نبيل في محافظة المنوفية في 7 يوليو عام 1920، وكانت تحب التمثيل بشدة، لكن والدتها وقفت أمام حلمها وكانت ترفض دخولها مجال الفن على الرغم من محاولات زوزو الكثيرة إقناعها بالبكاء والتوسلات المستمرة. ولم تيأس زوزو نبيل من محاولاتها المستمرة لإقناع والدتها بالدخول في مجال التمثيل إلى أن استجابت والدتها. كان متهيالك درجة عليك، لكن ما لقيتش فايدة. طول عمرك عشت معلق بين السماء والأرض. تعبتك معايا يا ام، طلتك عليا بالدنيا يا ولدي. كنت بعيد مهما تغيب واحلف بكل يمين لما ترجع هعمل فيك واسوي. وتو ما تهل عليا اشوف طلته في عينيك كل حاجه تروح لحالها وقلبي يصفالك زي ندى الفجر. بدأت زوزو نبيل حياتها الفنية من فرقة مختار عثمان واستمرت معها إلى أن انتقلت إلى فرقة يوسف وهبي، وفتحت السينما أبوابها للفنانة زوزو نبيل أول مرة عام 1937، فشاركت في فيلم الدكتور قبل أن تنطق في عشرات الأفلام والمسلسلات، لتظل منذ ذلك التاريخ عاملاً أساسياً في الكثير من الأعمال الدرامية بوجه عام. ياسين ابني، ياسين ابني كده. يا سين 12 سنة ما شفتكش برضو يا سين. يعني انت فاضيالي يا مادام؟ يا ترجيتك وانت ما سألتش فيا. اسم الله عليك، اسم النبي حرفك وصينك. لكن خلاص مادام جيت يا ضنايا سامح. اسم الله عليك يا اخوي. قدمت زوزو نبيل العديد من الأعمال الفنية ما جعلها علامة من علامات السينما المصرية، حيث قدمت تاريخا حافلا بالأعمال الفنية المتنوعة، من أبرز أفلامها الخرساء، مصنع الزوجات، سلامة، ليلة غرام، أنا حرة، ويوميات ونيس. الناس تصبح تقول يا فتاح العليم وانت جارية على البلكونة، أعوذ بالله منك بنتي يا شيخ. خشي يا عليم يا رزاق يا كريم، صبحنا وصبح الشهار والنهار. البت ما تعبرش حد أبدا، الكلام ده مش عندي، ده نقطم رقبتك على صدرك إن ما حافظتيش على حدود الأدب. تعالي هاتي لي الجزمة خليني أخرج. رايحة فين؟ هجيب منديل من الأوضة وأمشي. هات الزفت وغوري في 60 داهية. كما نجحت في تقديم الأدوار المركبة والصعبة، ما جعل مخرجين جيلها يضعونها على رأس قائمة اختياراتهم، حتى إن المخرج حسن الإمام أشركها وحده في 12 فيلماً من أفلامه، كان أولها فيلم أسرار الناس، كما قدمت معظم أدوارها أمام الراحل محمود المليجي. استمر صوتها لمدة 876 ليلة في أذان مستمعي الإذاعة، وكان ينتظرها الملايين كل ليلة مع شهرزاد لتروي الحكايات. عجوزة محلية قاعدة على الفسقية بتوشوش المية. يا مية يا مية اطلعي شوية تطولك إيديا كمان يا مية. رحلت الفنانة زوزو نبيل عن عالمنا بعد إصابتها بمرض الالتهاب الرئوي عام 1996، ولقبت بشهرزاد الشرق لروايتها حكايات ألف ليلة وليلة في الإذاعة. فعلا فنانة عظيمة. وخلونا كمان نتكلم دلوقتي عن يمكن فنان تاني عظيم، وهو النهاردة ذكرى ميلاد الفنان الكبير توفيق الدقن اللي اتولد في
3 مايو 1923 في بركة السبع بالمنوفية، وكان لاعب كرة قدم الأول في بداية حياته. يمكن ده حاجة مش كتير مننا كنا نعرفها. بعدها اتجه لمجال الفن وأصبح واحد من أشهر النجوم اللي قاموا بأدوار الشر، بس كان بيقدم أدواره بطريقة كوميدية أو الشرير الظريف، ولسه أعماله وإفاهاته بتتقال لحد دلوقتي. مين فينا ينسى الإفاه الشهير بتاعه أنا راجل لعين يا أخي، أو صلى على النبي أحسن، أو أعصابك يا إكسلانس، وغيره وغيره من الإفاهات الفظيعة اللي احنا لغاية النهاردة لسه بنستخدمها. واجدع ما في الحاره دي كلها انا عبده دانسي يا ولف غيرنا يا عين وفات القلب كله جراح فيها فيل. فيل ازاي؟ اقولك فيل ده ايه؟ فيل ما يخرب بيوتكم، وانا كل ما اجي اقعد اسمع عمر اللي فات ما هيرجع تاني، عمر اللي فات ما هيرجع تاني. طب هيرجع تاني، هيرجع. حقيقة إفيهات توفيق الدقن لسه عايشة معانا لحد دلوقتي مدرسة في الأداء الفني، في الكوميدي وفي التراجيدي، حالة فنية مهمة جدا وعظيمة جدا في تاريخ الفن المصري. خلونا نتكلم مع حضراتكم عن أهم المحطات الفنية في حياة الفنان الكبير توفيق الدقن. معانا دلوقتي على الهواء المؤرخ الفني الأستاذ محمد شوقي. صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ محمد، وصباح الخير أستاذ بسنت، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. زي ما شفنا في التقرير دلوقتي محطات كده ومجموعة من الأدوار والإفيهات اللي عمرنا ما هننساها لتوفيق الدقن، من لاعب كرة قدم لموظف في السكة الحديد لفنان كبير ساب بصمة في تاريخ الفن المصري. أهم المحطات في رأيك في حياة الفنان توفيق الدقن؟ طبعا توفيق الدقن فنان كبير جدا وله علامة مميزة في تاريخ السينما والمسرح وميكروفون الإذاعة وشاشة التلفزيون. ويمكن أهم محطة أو بداية المحطة المهمة في حياة الشرير الظريف توفيق الدقن كان من خلال ميكروفون الإذاعة في المسلسل الإذاعي الشهير مسلسل سمارة، وكان قايم بدور المعلم سلطان. الناس حبته من صوته، وهذا المسلسل التف حوالي الشارع المصري قاطبة، كان مسلسل جماهيري وعرفوا الناس كلها توفيق الدقن. ومن بداية مسلسل سمارة المسلسل الإذاعي عرفت السينما ان في فنان كبير هيطرق ابواب السينما ويقدم مجد سينمائي عريق، وقد كان السينما فتحت الابواب كلها لتوفيق الدقن على مصراعيها، فقدم بعد كده افلام كتير جدا لغايه ما جه فيلم ابن حميدو سنه 58. فيلم ابن حميدو بيعتبر البدايه الحقيقيه في تاريخ توفيق الدقن في السينما، لان قدم قبل كده كام فيلم لكن كانت ادوار بسيطه، لكن فيلم ابن حميدو يعني الفيلم نجاح عظيم، اكتسح جدا وحقق اعلى ايرادات في ذلك الوقت. بدات الناس كلها تعرف توفيق الدقن في خلال ادوار السينما من خلال الدور الشرير الظريف الشرير الكوميدي، خاصه الافيهات يعني صلاه النبي احسن، البزفندي، وطبعا بعد كده افلام سر طاقه الاخفاء كمان كان بطوله مشتركه مع الفنان الكبير عبد المنعم ابراهيم، وافلام كتير جدا وادوار متعدده. الجمهور حب توفيق الدقن واصبح الورقه الرابحه في معظم افلام السينما المصريه منذ ذلك التاريخ. طيب انا يعني كمان عرفنا ان هو في البدايه خالص في بداياته ما كانش عارف اصلا ان هو جواه ممثل، ما كانش يعرف الحته دي، واكتشفته ممثله اسمها روحيه. مين هي الممثله دي؟
وهو يعني ازاي كمان فكره انه موظف في السكه الحديد ولاعب كره قدم شكل جواه الشخصيات بقى اللي احنا شفناها على الشاشه. دي مهمه جدا يا استاذه بسنت، فعلا احب اقولها، لان فعلا كان من خلال هو كان راجل رياضي جدا، كان بيلعب كوره وكان وما كانش في دماغه نهائي السينما ولا عمره راح سينما. فطبعا كان في مسرح في المنيا في محافظته اللي هو منها، فطبعا كان في عرض مسرح، فهو كان في النادي جنب العرض المسرحي النادي اللي بيلعب فيه، فتغيب احد الاصدقاء فيه على المسرح، فطبعا راحوا له قالوا له تعالى اقف مكانه، قال له لا انا ما اعرفش امثل انا ماليش دعوه. فالناس قالوا له او اصدقاء اصدقائه قالوا له ده في ممثله موجوده هنا في المسرح شافتك قالت لك قالت ده هاتوا الولد ده. طب هي تعرفني مين؟ فهي كانت موجوده في الوقت ده لان كان ساعتها في فنانين كانوا بيجوبوا المحافظات لاستشفاء المواهب، فهي كانت موجوده بالصدفه. فشافت توفيق الدقن فحست ان ده فحست ان ده فنان. طبعا الفنانه الكبيره روحيه خالد هي احدى اهم نجمات الاربعينيات في القرن الماضي. صحيح. وقدمت افلام كتير ابيض واسود، وكان اخر افلامها فيلم للحب قصه اخيره وانا وانت وساعات السفر مع نيلي ويحيى فخراني. وهي طبعا فنانه لها باع كبير في تاريخ المسرح والسينما واكتشفته. وقف على المسرح وادى الفصل الثالث من المسرح وحس بحاجه غريبه جدا. حس بتسقيف الجمهور المسرح افضل بكتير من تسقيف الجمهور في الملعب. لان هو كان بيقول ان تسقيف الجمهور على في الملعب لقوتي، انما تسقيف الجمهور على المسرح لموهبتي. فحس ان ده صح جواه توفيق الدقن الفنان. ومن هنا اكتشف ان هو ممثل كبير وانه بيحب التمثيل، وبعد كده بدات رحلته في مجال العمل ثم مجال التمثيل اللي اصبح فيه فنان. بس المسرح كانت محطه مهمه جدا في حياه توفيق الدقن، خصوصا المسرح الحر والحديث، ومع بدايات كمان فنانين كبار زي عبد المنعم ابراهيم وعبد المنعم مدبولي واسماء كبيره جدا كانت موجوده. توفيق الدقن على خشبه المسرح غول تمثيل، لانه المسرح دايما بيكشف مهارات الاداء للممثل. شايف اداء توفيق الدقن على المسرح ازاي، وازاي اختلف عن ادائه في السينما او في التلفزيون؟ طبعا زي ما قالت السيده المسرح العربي السيده سميحه ايوب، قالت كان توفيق الدقن بيبهرنا واحنا امامه على خشبه المسرح. وهي عملت معاه اكثر من مسرحيه، ومن اهم مسرحيات توفيق الدقن مسألة الفرافير، سكه السلامه، السلامه لسعد الدين وهبه، لسعد الدين وهبه، وسكه السلامه، وبدايه ونهايه للاديب العالمي نجيب محفوظ قدمها على المسرح حسب ابو روس قام بهذه الشخصيه اللي قدمها فريد شوقي في على السينما. اعمال مسرحيه غزيره وجميله جدا، وادوار مركبه، وكان بيقف يبكي الجمهور على خشبه المسرح، خاصه في مسرحيه سكه السلامه اللي ابكى الجمهور، حتى انه ابكى الفنانين اللي معاه على خشبه المسرح وهو بيأدي مشهد يعتبر من المشاهد الصعبه جدا والمعقده في على خشبه المسرح في مشهد في مسرحيه سكه السلامه. طبعا هو كان استاذ وجود تمثيل في المسرح القومي، خاصه في جميع مسرحياته، كوميدي تراجيدي، كل الادوار كان بيأديها بمنتهى البراعه والاتقان. وما تعرفش كان ده فنان كوميدي ولا تراجيدي، هو اجاد كل الادوار جدا، وسواء في المسرح او السينما او الاذاعه. طيب انا عايزه اقول على حاجه بقى. دلوقتي معظم الفنانين لما تيجي تسالهم يقول لك انا ساعات بخاف اعمل ادوار الشر كل الوقت عشان خاطر الناس ما تكرهنيش، لكن توفيق الدقن كان عنده كده خلطه لوحده، وهو كان كل الناس بتحبه برغم انه كان فعلا بيقدم كل ادواره او معظم ادواره تقريبا شر، وإفهاته لسه عايشه لغايه النهارده. ازاي شايف يعني الإفهات اللي لسه عايشة لغاية النهاردة دي وأصبحت علامة من علامات يمكن السينما المصرية؟ هو اللي كان هو يعني أنا أشوف إن توفيق الدقن كان من الناس اللي كان بيحب قوي يحط التاتش بتاعه، وده من خلال الإفهات. ما كانش في حاجة في السينما قبل كده اسمها إفهات، يمكن كان بيبقى لازمة زي عبد الفتاح القصري، ستيفان روسكي، الناس العظيمة دي. لكن الإفهات بمعنى كلمة إفهات كان هو يمكن هو أول من صنع الإفيه السينمائي.
من خلال افلام كتير زي دوره في الباز افندي في ابن حميده، وقالوا يا امم، وهمبكة، وصلاه النبي احسن. هذه الافيهات والعلبه دي فيها ايه؟ فهذه الافيهات كانت افيهات مرتبطه جدا بتوفيق الدين، وكان الجمهور بيحب الجمهور كان بيرددها. يعني لغايه دلوقتي هذه الافيهات بتردد، يعني بيتم ترددها الى وقتنا هذا. بس هو ما كانش كمان خايف انه يقدم ادوار الشر؟ يعني هل في اي حاجه كانت بتقول هو بيخاف من ادوار الشر، خايف الناس ما تحبهوش؟ لما لقى الاستحسان ده من الناس كمان حس بايه؟ هو طبعا الجمهور طبعا في البدايه كان ادوار الشر دي كانت صعبه جدا بالنسبه لاي فنان. يعني هو كان بيمشي في الشارع الجمهور كله بيجري وراه، يعني بيجري وراه لانه شرير. هو كمان قدم مدرسه استاذ محمد زي مدرسه محمود المليجي نقدر نقول كمان، وبعد كده عادل ادهم، فكره الشرير اللي هو ممكن في لحظه من اللحظات تتعاطف معاه. يعني هو مش شرير على طول الخط، لا، هو انسان في النهايه وممكن تتعاطف معاه في الادوار اللي بيلعبها. احنا اتكلمنا مع حضرتك على ميكروفون الاذاعه، اتكلمنا على خشبه المسرح، شاشه السينما، كمان الدراما التلفزيونيه كان ليها نصيب، وهو يعني صولات وجولات في اعمال دراميه ومسلسلات لسه عايشه في ذاكره المصريين. شايف ابداع توفيق الدقن الدرامي في المسلسلات ازاي؟ هو طبعا في الاعمال التلفزيونيه قدم اعمال غزيره جدا كمان، يعني من بدايه الارسال التلفزيوني حتى وفاته كان غزير الانتاج في المجال التلفزيوني، وعمل مسلسلات تلفزيونيه جماهيريه حتى المسلسلات التاريخيه. يعني هنشوف توفيق الدقن كان استاذ في المسلسلات التاريخيه، وكان بيجيد التمثيل باللغه العربيه الفصحى بمنتهى الطلاقه. يعني مش ممكن ننسى دوره في مسلسل جمال الدين الافغاني، وفي مسلسلات دينيه كثيره، وكمان دوره مع النجم الزعيم عادل امام في مسلسل احلام الفتى الطاهر. هو عمل مع عادل امام على فكره ثنائي فني كثير، سواء في السينما او في السينما او في الدراما. وكمان عايز اقول حاجه مهمه جدا توفيق الدقن، ان توفيق الدقن اصبح علامه مميزه وبارزه وهيفضل عايش معانا كمصريين افهات وعايشة أعماله الدرامية سواء في المسرح أو السينما والتلفزيون، علامة فارقة في تاريخ الفن المصري الراحل الكبير توفيق الدقن. بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات عن مسيرة وسيرة توفيق الدقن المؤرخ الفني الأستاذ محمد شوقي. صباح الخير على حضرتك. مشاهدينا نسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز الأهم وآخر الأنباء مع لميا، تفضلي لنا. شكرا لك يا باسنت. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل من أجل مصر الحديثة. وخلال كلمته في احتفالية عيد العمال، أكد الرئيس السيسي أن الدولة ستواصل العمل جنبا إلى جنب مع العمال على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور. هذا ووجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت. كما وجه الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لإعانة الطوارئ للعمال إلى 1500 جنيه، ووجه كذلك بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، فضلا عن استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل. كما وجه الرئيس السيسي بتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وذلك لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجور. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببدء حوار مجتمعي حول مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر، وذلك تنفيذا لتكلفة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكدت الحكومة أنه ستتم مخاطبة مسؤولي الحوار الوطني والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وإرسال الوثيقة إليهم حتى يتسنى تلقي جميع الردود والملاحظات من هذه الجهات، تمهيدا لفتح نقاش شامل مع كل المتخصصين والمهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة. هذا ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لعرض الرؤى المختلفة للإصلاح المطلوب لهذه الهيئات.
شاركت مصر في افتتاح مؤتمر وزراء خارجية الدول الأفريقية والنوردية بكوبنهاجن، وألقى السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية كلمة في افتتاح المؤتمر نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري. أشار السفير أشرف سويلم إلى أهمية انعقاد المؤتمر في الوقت الحالي كإطار لمناقشة التحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأفريقية والنوردية. هذا وقد أوضح مساعد وزير الخارجية أن أجندة أفريقيا 2063 خطتها العشرية الثانية تمثلان القاعدة الرئاسية لبناء شراكات القارة مع العالم بما في ذلك الدول النوردية، والتي تحدد بشكل مفصل مجالات التعاون وبرامجها وأنشطتها في ضوء رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء الدول وحكومات ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية. منحت منظمة اليونسكو جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون الحرب. وقال رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين موريسيو فايبل إن اللجنة تشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية. من جانبها أكدت المديرة العامة لليونسكو أودري أوزلاي أن الجائزة تشيد بشجاعة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة. أعلنت وزارة التجارة التركية أن تركيا أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل بسبب تفاقم المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية على إثر العدوان الإسرائيلي. وقالت الوزارة في بيان إن تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدة الإنسانية إلى غزة. أقرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في تحقيق داخلي بأن الولايات المتحدة قتلت عن طريق الخطأ مدنيا في سوريا في غارة بطائرة مسيرة العام الماضي. وأضاف البنتاغون أن القوات الأمريكية أخطأت في تحديد أحد أهداف تنظيم القاعدة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها ليس بإمكانها الكشف علنا عن الكثير عن تفاصيل التحقيق، مشيرة إلى سرية المعلومات. مشاهدينا انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد. في الوقت والزمن اللي فيه مغريات كتير وفتن كتير جدا، بالتأكيد البيت هو أهم مؤسسة تربوية للطفل، خصوصا أن الأب والأم بيكونوا هم القدوة لأطفالهم. وطول ما الأسرة عندها التزام بالتعليم الدينية السامحة، الأطفال بيكبروا وهم عندهم الثقافة الدينية المعتدلة. صحيح بسنت، البيت هو الخلية الأولى في المجتمع، ولينا في سيرة النبي يعني مواقف كثيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، وهناك العديد من المواقف في السيرة النبوية بتدل على أهمية التربية للأطفال. نبينا الكريم كان هو المعلم الأول والمربي الأكمل. علشان كده النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن خطورة إهمال تربية الطفل، إزاي نربي الطفل تربية دينية سليمة وصحيحة تجعله فرد سوي في المجتمع. تفاصيل أكتر مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، مولانا الشيخ محمود عويس الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بيك يا فندم، وصباح الخير وجمعة مباركة. اهلا بك واهلا بالسادة المشاهدين، وصباح الخير عليكم جميعا ان شاء الله. انما انا لكم مثل الوالد اعلمكم. نعم. القيم الخاصة بالتربية للاطفال بنستلهمها ونستهديها من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى اله وسلم ومن والاه واتبع هداه. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنا عاوز ابني وبنتي تبقى بعدين لي قرة عين أفتخر بها وأفرح بابني وأفرح ببنتي وأصر وأقول ده ابني وده بنتي. إزاي؟ لازم أخلي ابني وبنتي قدوتهم الأولى والأخيرة
هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا نتعلم حاجة من سيدنا النبي، إن المعظم اللي بيعملوه الآباء والأمهات مع أولادهم هما مفكرين أنه تربية، لكن في الغالب الأعم هو اسمه رعاية. وهناك فارق بين التربية وبين الرعاية. الفرق بين الرعاية إني أنا أشوف ابني عاوز يلبس إيه ويشرب إيه ويأكل إيه وأسدد مصاريفه، لكن التربية أشوف ابني بيفكر في إيه. صحيح. إيه القدوة اللي عند ابني؟ إيه اللي هامم ابني؟ إيه الفكر اللي في دماغ ابني؟ مين صحاب ابني؟ مين صحاب بنتي؟ إيه اللي يهم ابني؟ أشوف إيه اللي على تليفون ابني وإيه اللي على تليفون بنتي. أكون أنا الأب والأم الحاضن الأول لابني وبنتي. المشكلة دلوقتي إن بيكون في انفصال ما بين الأب ما بين الأب وأولاده والأم وأولادها في البيت. الأب مش بيقعد مع أولاده، ما يسمعش هم عاوزين إيه، إيه اللي مزعل ابنه، إيه اللي حصل معاه في المدرسة، إيه الشبهة اللي عنده، بيلعب في لعبة، دخل في موقع، رحت في حاجة في دماغه عن الذات الإلهية مثلا، شبهة كذا، هيتكلم مع مين؟ أبوه مش موجود أو أبوه مش مديله فرصة إنه يتكلم معه. كذلك البنت ما فيش فرصة إنها تتكلم مع أمها، هتتكلم مع مين؟ هتتكلم مع صاحبتها بر، والابن هيتكلم مع صاحبه بر. فليه أنا ما أكونش أنا الحاضن الأول لابني وبنتي في البيت؟ ودي أهم حاجة. ليه؟ لو أنا فهمت ابني واتكلمت مع ابني واتكلمت مع بنته وفهمتهم الصح من الغلط وهم صغيرين، هيطلعوا كويسين وهيطلعوا أسوياء، يعني سوي نفسي نفسه سوي، عشان احنا ما عندناش تقبل الفكر الجديد. يعني النهارده لو اي اب او اي ام جه ابنها او بنتها قالوا لها حاجه بتتخالف شويه مع المعتقدات اللي عندنا، كلنا هنهب فيهم وهنزعق فيهم، فهم هيبطلوا يجوا يحكوا لنا. فاهميه ان انا اهدى عشان اسمع الـ يعني اولادي واسمع اللي بيفكروا فيه حتى لو كان بيتنافى مع معتقداتي. ده اكبر غلط. اوعي تقول لابنك او بنتك السؤال ده غلط. ما ينفعش نساله. لا، ابنك وبنتك يسالوا اي سؤال، وانت تدور عليك في البيت او على الاب في البيت انه يجاوب على السؤال ده. على قدر سنه وعلى قدر عقله. المرحله العمريه طبعا بتاعته. ما عرفش يجاوب على السؤال ده يبحث ويسال عالم ويسال شيخ ايه اجابه السؤال ده. اقول لحضرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد راح له قال يا رسول الله اذا لي في الزنا أنا عاوز يا رسول الله، أنا الإسلام كويس وكل حاجة، أصلي وأصوم وأزكي كل حاجة، إلا حاجة واحدة بس أنا مش قادر أسيبها، الزنا. ده حاجة معترضة، يعني حاجة خاطئة عندنا في الدين وفي كل الأديان. سيدنا رسول الله قال له إيه؟ شاب عنفه، طرده، اطلع بره، ما عملش كده، ما ينفعش السؤال ده يتسأل، حرام عليك، لا خالص. النبي قال له إيه؟ تعالى أدنو، اقترب، اقعد جنبي. انت متخيل السؤال؟ جميل. الفكر الهادي النبوي ان احنا لو عملنا كده مع المخطئ الحاله هيتغير. تعال اقعد جنبي. النبي شغل معها العاطفه والعقل. العاطفه تعالى الحاجه دي اللي هو الزنا ترضاها لامك، ترضاها لبنتك، ترضاها لخالتك، صحيح، ترضاها لعمتك. شوف حولوا من فين لفين. صحيح. قال له لا يا رسول الله، انا عمري ما ارضى على امي ولا على بنتي ولا خالتي ولا عمتي انها تعمل الحاجه اللي مش كويسه دي. فالنبي قال له ايه؟ وهكذا الناس. صحيح. لا يرضونه لامهاتهم ولا لبناتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم. فالنبي قعده تعالى وكلام بالراحه. كذلك الابن. ليه؟ دلوقتي العالم كله بيه في التليفون. الابن هيعرف حاجات كتير جدا ويعرف ثقافات كتير جدا، فاول ما يسال لا ما ينفعش تسال الحاجه دي، غلط، عيب، حرام. لا بالعكس، يبقى في حالة حوار مهم جدا. يعني احنا ملاحظين الفترة الأخيرة للأسف الشديد قلة الوازع الديني والبداية من الأسرة البيت. يعني ازاي أقوي الجانب الإيماني والديني لدى أطفالي؟ وده سؤال بيتسأل بشكل مبسط جدا. يعني انا ازاي كأب وأم أبقى حريص انه أولادي يحافظوا على الصلوات في أوقاتها؟ كتير جدا الأطفال ما بيحبوش يعني أو يعني ما بقاش عندهم فكرة المواظبة مثلا على الصلاة. تقوية الجانب الديني، إنه حينما أقوي هذا الجانب فأنا أخرج للمجتمع فرد صالح ويعرف الحلال من الحرام والصواب من الخطأ. يعني أبدأ إزاي مع أطفالي
تحديدا في الصلاة لناخدها مثال يعني. سيدنا رسول الله قال علموا أولادكم الصلاة لسبع. أول ما يجي سبع سنين علموا الصلاة. ودائما كانوا يقولون لاعب ابنك سبعة وأدب ابنك سبعة وأخي ابنك سبعة ثم اترك له الحبل على غاربه. أربع سبعات معا. السبع سنين الأولى أنا لاعب ابني وخلي ابني يحبني وخلي ابني هو الأول والأخير بالنسبة أنا لي كل حاجة في دنيته أبوه أمه. السبعة التانيين لما الابن عندك حبك وبنتك حبتك أو حبتك هيسمع كل حاجة منك. ما هي كده. فالسبعة التانيين أول ما يبدأ في السبعة التانيين علموا الصلاة. ليه؟ قوام الدين. الصلاة هي عماد الدين. والله في القرآن كان يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. أنا أعلمه الدين بتاعه وأركان الدين الخمسة الصلاة وزكاة وصوم وحج والشهادة. أعلم ابني. أكبر تعليم للولد في السن ده التعليم الفعلي. التعليم العملي مش النظري. النظري بالكلام. أما الفعل لما يلاقي الابن والبنت في البيت من غير أي حاجة الأب والأم قاموا اتوضوا وصلوا فكرة القدوة. أيوة. هيعمل إيه؟ هو هيجي يقف جنبك. هيعمل الحركات اللي أنت بتعملها وهيصلي معاك. هيلعب شوية هيصلي شوية لكن هو شاف أبوه وشاف أمه بيصلوا. فدي القدوة الفعلية للولد. عشان كده سيدنا رسول الله قال لك سبحان الله صلاة السنة ما تصليهاش في الجامع. الأفضل لصلاة السنة أنك تصليها في البيت. الفرض بس أنك تصليه في الجامع. أما السنة بتاعت الفرض القبلية أو البعدية تروح البيت تصليها في البيت. الحكمة عشان ابنك يشوفك. ابنك الصغير ده اللي هو عنده 4-5 سنين اللي هو لسه مراحش المسجد وأبوه بيعمل إيه؟ دي حاجة اسمها صلاة. يعني إيه صلاة؟ يعني دي واسطة بين العبد وربه. يعني أنت بتتقرب لله تبارك وتعالى. إني الصلاة دي معراج الروح. الروح زي ما سيدنا رسول الله عرج به إلى السماوات ولملاقاة الله تبارك وتعالى. فأنا وحضرتك وكلهم لنا معراج روحي. المعراج اللي هو إيه؟ الصلاة. الصلاة الواحد بيهدى بيها يسكن بيها. ربنا يريح قلبه وعقله وفكره وباله من ضغوطات الحياة. سيدنا رسول الله لما يكون معاه أي مشكلة في البيت ولا مع المسلمين ويكون مشغول ومهموم وسيدنا بلال يؤذن بالصلاة يقول له إيه؟ أرحنا بها. أرحنا بها يا بلال. أنا عاوز أرتاح من هموم الدنيا بالصلاة. على عكس اللي بيحصل دلوقتي معانا. إحنا بنرتاح من الصلاة مش بنرتاح بالصلاة. أخش الصلاة وأنا عقلي وفكري وبالي مشغول بالأكل والشرب والأولاد في البيت. ده غلط. الصلاة بالعكس تخليني أكون أفصل عن كل ده عن كل حاجة. أرمي كل حاجة. الله الواحد بيعمل كده. الله أكبر. أكبر من أي كل شيء طبعا. أرمي كل شيء ورا ظهري. القدوة بالفعل للولد والبنت دي من أهم الحاجات. يعني بأننا بنتكلم عن القدوة يمكن شفت فيديو كده على السوشيال ميديا ويمكن دي الحاجات اللي بنتكلم عنها إيجابيات السوشيال ميديا. عن أم بتقعد ولادها قدامها ولدين ولد وبنت توأم وبتسألهم أسئلة وحتى قدامهم زي فلوس وبتسألهم أسئلة وعن الدين واللي بيجاوب صح هو بياخد فلوس. وعايزة أقول لك بتسألهم أسئلة معقدة شوية يعني مش سهل طفلين زيهم يكونوا عارفينها لكن بسم الله ما شاء الله عليهم عارفين كل حاجة. فبالضبط إزاي أخلي ابني هنا يحب ده يحب الصلاة من غير ما معنفه من غير ما أجبره على ده يحب أنه يعرف ويسأل أكتر وملم بتفاصيل الدين ويعني وفي نفس الوقت زي ما أنت قلت يحتدي بالقدوة اللي بيشوفها. يعني أنا النهاردة إزاي أنا في البيت كمان بديله المثال ده من غير ما أقول له اعمل زي يعني هو شايفني فهيعمل زي ما كما قلت حضرتك بالقدوة وبالحب. لازم ابنك وبنتك في البيت يحبوك. طب ازاي يدرسوا تفاصيل الدين يعني يكونوا ملمين بالتفاصيل؟ اول حاجة من البيت يعني الام مفروض تكون ملمة. او دلوقتي بقيت سهلة جدا ان مثلا اجيب كتاب او كتيب صغير جدا في احكام الصلاة او مثلا اجيب فيديو. دلوقتي ما شاء الله عندنا في الأزهر الشريف في الرواق الأزهر الشريف وفي الدروس كلها بترفع على الموقع. بسهلة جدا أخش أحكام الصلاة فيديو معين أو فيديو قصير لأحد المشايخ
انا اتعلم كاب او كام واعلمه لابني. لما انا اروح مع ابني يروح معايا المسجد هيتعلم احكام الصلاه بالفعل، احفظه القران. طب بقينا نشوف كمان اللي بيودوهم الدروس اللي بتبقى في المساجد. جميل جدا. المسجد هو اللي فيه الوازع الديني، اللي فيه التنشئه. صحيح. سيدنا عمر بن الخطاب راح له واحد قال له يا امير المؤمنين انا ابني مزعلني وابني مش بيسمع كلامي وبص وبين معايا كل حاجه وحشه خالص. فراح سيدنا عمر جابه قال له انت ده ابوك، المفروض تبر ابوك مش تعصي ابوك. قال له يا امير المؤمنين ما حق الولد على والده؟ انا كولد او كبنت ايه حق على ابوي وعلى امي؟ قال له حقك ان ينتقي امه. يعني لما تيجي تختار تتجوز تختار واحدة كويسة وعلى خلق وعلى دين. ده حقي أنا كولد. إن من قبل ما أجي أبويا المفروض يعمل كده. مش أي واحدة وخلاص والسلام. لا، أختار أدب ودين وأخلاق. ثم قال له أن يختار اسمه، يحسن اسمه، يسميه اسم كويس. ماشي. قال وأن يعلمه شيئا من القرآن. دي مين؟ حقوق مين؟ صحيح. الولد على أبيه أو على أمه. قال له يا امير المؤمنين ابويا ما عملش ولا واحده من الثلاثه. لما جه اتجوز واحده مش كويسه. صحيح. ولما جه سماني اسم مش كويس. ولم يعلمني شيئا من القران الكريم. فما كان حكم عمر بقى سيدنا عمر؟ سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له امشي. قال للوالد للاب اذهب فقد عققت ابنك قبل ان يعقك. ايوه. انت كنت السبب اصلا انه هو اصلا ما يسمعش. البدايه من الاب والام. البدايه من الاب والام. لذلك ربنا تبارك وتعالى يحاسب يوم القيامه، يحاسب الوالد على ولده قبل ان يحاسب الولد على والده. جميل. طب شيخ محمود، احنا بنسمع دايما على اساليب التربيه الحديثه، وما يعرف كده ما بين قوسين تربيه الحريه وان انا اسيب كده مساحه لابني وبنتي. حضرتك قلت كلمة في بداية اللقاء مهمة جدا وعايزين نفسرها شوية للسادة المشاهدين، فكرة ان انا اراقب ابني اشوف هو بيتفرج على ايه الموجود على الموبايل. ودلوقتي حياة اطفالنا كلها على الايباد وعلى الموبايل، ازاي اعمل ده دون ان اخترق خصوصيته ودون اني اهز من شخصيته او كيانه؟ فكرة الرقابة المباشرة او المراقبة دي في بعض الاحيان بتفسد الطفل اذا اتعاملت بشكل خاطئ. ازاي اتعامل مع اولادي وراقبهم دون وفي نفس الوقت احافظ على شخصيته؟ طبعا لازم اخليه قبل ده كله اجعل لابني شخصيه او اجعل لبنتي شخصيه. لما انا اعلمه الحلال والحرام قبل ده اعلمه الصح والغلط. في حاجه اسمها حلال. يعني ايه حلال؟ يعني ربنا احلها وربنا بيحبها. وفي حاجه يا ابني اسمها حرام. يعني ايه حرام؟ يعني ربنا حرم الحاجه دي. طب حرمها ليه؟ حرم عشان في ضرر ليا وضرر للمجتمع وضرر للي حواليا. جميل. في حاجه اسمها عيب. يعني ما يصحش انك تعمل كده. إيه انت راجل، انت بنت، ما ينفعش او ما يصحش تعملي كده مع صاحبتك او مع قريبك او مع صاحبك في المدرسه او كذا او كذا، ما ينفعش. فانا لما علمته الحلال والحرام وقلت له ايه الحلال والحرام وامثله الحلال والحرام، ولما اقول ده صح وده غلط، فهو لما يجي يتفرج على حاجه ما هو اتربى على ده. من تلقاء نفسه هيبعد. وده لما اقول له او شوف تليفونه، احنا مش قلنا ان الحاجه دي غلط او الحاجه دي حرام؟ لكن شو يعني ايه شفت تليفونه؟ يعني انا اشوفه من وراه، يعني اعمل ايه؟ ولا معاه اشاركه؟ يعني هو بيتفرج على حاجه، طب وريني اتفرج معاك، ولو حاجه غلط اقول له عليها، يعني من غير ما اعنفه بشكل مباشر. طبعا. لا، مش بشكل مباشر. انا هقعد مع ابني اللي هو نموذج سيدنا النبي لما حد جه وقال له انا اريد ان ازني زي ما قلت. قال له تعالى واقعد. كبيره من الكبائر. انت عاوز تزني ليه؟ انت ايه الفكره عندك؟ فانا لما الاقي ابني بيتفرج على حاجه انا اقعد جنبه، تعالى نتفرج مع بعض او نسمع مع بعض. بس دلوقتي في ثقافات مختلفه على الانترنت. فكره عدم الوجود عدم الوجود الالهي. ان الكون ده ملوش اله. فكره الحريه المفرطه المفتوحه، ان كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه، حتى والعياذ بالله دي مصيبه في في, في الشذوذ الجنسي دلوقتي عادي جدا. انا حر. ايه الحرام؟
فانا لما هقفل بقى في وشه لا حرام ده غلط ما ينفعش تفرح او ما ينفعش تعمل كده لا انا اقعد معاه اقول له يا ابني كل واحد ليه فطره ربنا خلقنا على الفطره السليمه ان الفطره ان دايما الراجل يميل للست الست يميل للراجل مش معقول الست مع الست والراجل مع الراجل واجيب له قصه سيدنا لوط وقوم سيدنا لوط وربنا عمل معاهم ايه ليه لان هم خالفوا الفطره وانا بعمل ده كله ليه عشان انا كاب او كام مسؤول في البيت لكن لو انا من وهو صغير يعني بقرا له قصص الانبياء واشرحها له اكتر هل ده ممكن يجنبه في المستقبل مثل هذه الاخطاء يعني مثلا جدا. بحس ان يعني في ناس من يعني ناس كتيره نعرفهم او انا اعرفهم انه عندهم الوازع الحته حرام قوي لان هم من هم صغيرين عارفين ايه الحرام من الحلال واضح ليهم ليه النهارده بقى في الالوان اللي في النص دي ما فيش ابيض واسود يعني في الوان كتير للرمادي في النص عشان في تمييع او الثقافات اختلفت او الكلام اختلف او التربيه اختلفت الحلال حلال والحرام حرام يعني في امور مشتبهات في النص لكن احنا المفروض نبتعد عن الشبهات لكن الحلال معروف والحرام معروف فانا كوالد او كاب الله تبارك وتعالى جعلني امينا على اولادي وسيحاسبني الله تبارك وتعالى يوم القيامه قصرت مع اولادي فرطت مع اولادي ولا اديت الحق لاولادي النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وربنا يحاسب كل واحد يوم انا ليه اخلي ابني في الشارع بره مثلا لغايه الساعه 12 بالليل واحدة بالليل يرجع لي الفجر فين ليه ايه الداعي صحيح ايه اللي خلي بنتي تطلع بره وتسهر وترجع بدون اي رقابه من الاب ومن الام ليه انت مسؤول والأم مسؤولة في البيت وربنا يحاسب لذلك قالوا من أدب ولده صغيرا سر به كبيرا كبيرا صحيح والأدب من الوالدان من الوالدين أي. والصلاح على الله تبارك وتعالى أنا مش ضامن إن ابني يطلع شيخ المشايخ لكن أنا أضمن إن ابني يطلع مؤدب ومحترم ويعرف العادات والتقاليد وأعتقد والأعراف الأهم من ده كله كمان إن احنا نفضل ندعي في الزمن ده لأنه ما فيش حافظ غير الله سبحانه وتعالى هو اللي بإيده في الأول وفي الآخر يحفظ لنا أولادنا وربنا يحفظ يا رب كل الأولاد وزي ما حضرتك قلت الشيخ محمود عويس الوعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن احنا كلنا علينا دور مهم جدا إن احنا نبقى يعني ناخد بالنا كويس قوي من ولادنا عشان في الاول وفي الاخر دول هديه من ربنا سبحانه وتعالى كل الشكر لحضرتك الدعاء صحيح انا ممكن يكون ابني في البيت او بنتي في البيت مغلباني اللي ربنا اللي هيخليني يصلحها او يرجعها دعاء الدعاء كان احد الصالحين يقوم بالليل مخصوص ويصلي ركعتين مخصوص لابنه صحيح. او لبنته ربنا يهدي ابنه ربنا يهدي بنته ربنا يهديهم جميعا ويهدينا ويجعلنا من الصالحين يا رب ويحفظهم كده ويحفظ الله يحفظك طبعا يعني اذا حفظت أيوة. الله هو سوف يحفظك في صحيح. حياتك يعني في اولادك وفي بناتك جزيلا نورتنا وشرفتنا تعالوا مع حضراتكم دلوقتي نروح أبو ظبي بتستضيف معرض الكتاب الدولي في دورته 33 مصر هي ضيف الشرف والشخصية المحورية نجيب محفوظ احتفاء بالقيمة مهمة جدا ورمز بالرموز الثقافة المصرية نجيب محفوظ تعالوا نشوف فعاليات الدورة 33 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب يواصل معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته 33 فعالياته وندواته والتي شهدت احتفاء بالروائي الكبير نجيب محفوظ شخصية الدورة الحالية كما شهد المعرض مشاركة متميزة من مصر ضيف شرف المعرض السور الأزبكية هو من أقدم الأسواق اللي موجودة في مصر اللي بتبيع الكتب الاسم جه منين؟ جه أن كان مجموعة من التجار كانوا بيروحوا على سور لحديقة الأزبكية بيعرضوا الكتب بتاعتها وبدأ الموضوع ينتشر ويتشهر لحد ما بقى المكان ده مكان مخصص للكتب القديمة والمستعملة والمجلات كما شهد المعرض عددا من الفعاليات أبرزها إطلاق كتاب جامع الشيخ زايد الكبير دفق السلام وأشاد المشاركون بالمعرض بتنوع دور النشر والمكتبات المشاركة ما يعزز صناعة النشر واستدامته محليا ودوليا
طبعا هذه مشاركتي الثالثة في معرض أبو ظبي الكتاب. مشاركتي هذه السنة مختلفة لأني شاركت بمنتجات جديدة لها علاقة بالكتب. اليوم معرض أبو ظبي يعتبر واحد من أهم المعارض عالميا بأمانة. نحن اليوم حلقة توصل بين الشرق والغرب وبين الثقافات المختلفة. كما شهد المعرض عدة أنشطة فنية مختلفة وفرصا للمبدعين لتقديم صياغة جديدة لفنونهم الإبداعية. وكانت الرياضة حاضرة وبقوة في المعرض بعدة كتب حول عدد من الرياضيين المشهورين من بينهم ميسي ورونالدو. زي ما تابعنا حضور مصر قوي جدا طبعا في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته 33. مصر هي ضيف الشرف نجيب محفوظ الشخصية المحورية على مدار أيام المعرض. نجيب محفوظ هو البطل وهو الأيقونة لهذا المعرض، يعني ندوات كتيرة جدا عن أعماله الروائية والإبداعية. نجيب محفوظ ما بين الرواية والسينما، ملامح التصوف والكتابة اللي فيها نفس صوفي في مسيرة نجيب محفوظ. عناوين مهمة جدا لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب: احتفاء بالرمز والقيمة، طبعا رمز مهم جدا من رموز الثقافة المصرية والعالم العربي كله الحقيقة، ودول كتيرة جدا بتشارك في هذا المعرض وكلهم بيتكلموا أو بيتحلقوا كده حول القيمة والقامة نجيب محفوظ. ده حقيقي محمد. مشاهدينا دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بنصبح على حضراتكم وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ أخبارنا الرياضية مع الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، واللي بيدرس انطلاق المعسكر اللي جاي يوم 28 مايو الجاري، يعني قبل 6 أيام من انطلاق الأجندة الدولية رسميا، وده علشان إعداد المنتخب والاستعداد لمباراة بوركينا فاسو غينيا بيساو الحاسمتين في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك. وفريق الزمالك حقق الفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد القاهرة في ختام الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز. بيحتل فريق الزمالك المركز 12 في جدول الدوري برصيد 24 نقطة، والبنك الأهلي في المركز 15 في جدول الدوري برصيد 18 نقطة. مودرن فيوتشر تعادل سلبيا مع فريق طلائع الجيش في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بيحتل فريق مودرن فيوتشر المركز 9 بجدول ترتيب البطولة برصيد 26 نقطة، وبيحتل طلائع المركز 6 في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة. وفيل فودن توج بجائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي الإنجليزي خلال شهر إبريل اللي فات، وده بعد المستويات المتميزة اللي قدمها مع سيتي خلال مباريات الفريق في مختلف المسابقات. كمان النجم المصري محمد صلاح تصدر إعلان فريقه ليفربول الإنجليزي عن القميص الجديد اللي هيخوض به الفريق منافسات الموسم اللي جاي 2025، وظهر صلاح في البوسترات الدعائية لتيشيرت الفريق منفردا مع زملائه في الإعلان الجماعي. بكده خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع نكمل باقي فقراتنا مع باسانت ومحمد. شكرا ليك يا لميا، ونرجع مرة تانية لفقراتنا في صباح الخير يا مصر. الاكتئاب هو مرض العصر، هو المرض اللي للأسف الشديد بيبقى موجود في بيوت كتيرة من بيوتنا، بيظهر وأثاره بتكون مع الضغوط اليومية، مع القلق، مع التوتر، مع التفكير المستمر في المستقبل، مع الضغوط اللي احنا بنعيشها من أول اليوم لنهاية اليوم. أصعب نوع أو أصعب درجة من درجات الاكتئاب هو ما يعرف بالاكتئاب العنيد، اللي المريض فيه بيرفض أنه يعترف أصلاً بالمرض، يرفض تناول أي علاج، يرفض كمان أنه يروح لأي استشاري نفسي. يعني هنتعرف النهاردة عن نصنفه إزاي، يعني النهاردة أعرف إزاي أن أنا عندي ايه درجه الاكتئاب اللي عندي، هل انا عندي توتر، هل انا عندي ضغط ولا فعلا اكتئاب، ازاي الاسره تتعامل كمان مع الشخص اللي عنده الاكتئاب العنيد ده. منورانا في الاستوديو النهارده دكتوره باسانت فاروق استشاري الصحه النفسيه، اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. يعني ليه اكتئاب عنيد؟ يعني ما كفايه اكتئاب، ليه بقى عنيد؟ بصي، هو الاكتئاب يعتبر اضطراب مزاجي
فهو مرتبط بالمزاج، تمام؟ اكتئاب عنيد لان هو بيكون فقد فيه كل محاولات التعافي اللي هي العلاجات الدوائيه والعلاجات النفسيه. فده بيبقى راجع لان بيبقى مرتبط شويه بمرحله الطفوله، يعني هو مرتبط بصدمات الطفوله اكتر، لان احنا الاكتئاب كمان بيبقى موجود عند الاطفال، بس للاسف ما اكتشافه ما بيبقاش سهل لان الاعراض بتاعته بتبقى مختلفه عن الاعراض عند الكبار. يعني ايه اللي ممكن يخلي طفل يبقى عنده اكتئاب؟ بصي، هي ممكن يكون كذا عامل، يعني الطفل مثلا اللي بيكون وحيد، يعني مثلا عنده 4 سنين فما عندوش اخ مثلا يعني، وبعدين جاله اخ تاني، فهو الطفل بيعاني بس الاهل مش بتعرف تصنف المعاناه اللي الطفل بيعانيها. ممكن يكون طفل مثلا مهمش برضو بيعاني، بس برضو الاهل مش عارفه تميز ايه هو بيعاني من ايه. لذلك كمان هو صورته عند الاطفال بتبقى في صوره الهياج المستمر، اللي هو احيانا الاهل بتروح لحته انه ممكن يبقى فرط حركه، بس هو بيكون اكتئاب. طيب الطفل من هو صغير لما بيكون بيعاني من حاجه زي كده وبيبقى عنده هياج شديد، فهو دايما لافت لنظر الاباء والامهات، هو دايما عامل ازعاج، فهو بياخد منافع من ده ان هو بيبقى محط انتباه وانظار المحيطين، فبيكبر على كده ان هو عنده مكتسب مش قادر يسيبه. لذلك لما بيروح لطبيب سيكاتري او لطبيب نفسي او معالج نفسي ما بتنفعش معاه اي محاوله، لان هو متمسك بالمنافع اللي هو بتكون عادت عليه. طب عشان كده اسمه اكتئاب عنيد. طب مؤشرات الاكتئاب، يعني كلمه الاكتئاب كلمه احنا بنسمعها على طول، تمام، علميا توصفها ايه؟ وهل في درجات للاكتئاب ما قبل الاكتئاب؟ يعني ممكن يبقى في حد عنده قلق مستمر، التفكير المستمر في بعض الحاجات، الخوف من المستقبل، هل في درجات بتبقى اقدر اصنفها بعدين اقول هذا الشخص مكتئب بشكل علمي؟ طيب بص، خلينا الاول نقول ان الاكتئاب ليه عده اسباب. يعني في اسباب يعني جينيه، ممكن يبقى عنده تاريخ مرضي في الاسره وده بيبقى اكثر عرضه للاصابه بالاكتئاب تحت ضغوط الحياه. وفي اكتئاب ناتج عن مرض في الجسم، يعني مثلا نقص الغده الدرقيه بيعمل نفس اعراض الاكتئاب اللي بتظهر على الشخص، يعني ممكن سبب بيولوجي، ممكن يكون سبب نفسي. قبل ما بيروح، يعني اول حاجه لازم بيتجه الشخص لطبيب يعمل كل الاجراءات ان هو يتاكد ان هو مش ملوش اي، يعني مش ملوش اي عضوي ولا هو جيني ولا اي حاجه، عشان ميبقاش تدخل دوائي من الاول. وبعد كده لما بيتاكد ان خلوه من كل الاسباب اللي ممكن يعني يكون التدخل فيها دوائي، بيتجه للمعالج النفسي، اللي هو بتبقى العلاجات بتاعته بتبقى علاجات كلاميه ملهاش علاقه بالادويه. طيب كمان حضرتك قلت لي على ان الاكتئاب ليه عده اشكال وعده انواع. هو في فرق ما بين الاكتئاب والقلق، يعني احنا عندنا نوع من انواع الاكتئاب هو الاكتئاب المصاحب للقلق. يعني القلق بيجي في صوره اكتئاب لان هو مزاج متغير، سوينج، شويه بيبقى كده وشويه بيبقى كده، متارجح. متارجح بالظبط. فالقلق بيختلف عن الاكتئاب، يعني القلق دايما بيبقى القلق، يعني عايزين حضرتك تصنف لنا كده الباي بولر بيحس بايه، اللي عنده انكزايتي او اللي عنده توتر بيحس بايه، عايزين نعرف عشان بقينا احنا دلوقتي كل ما يعني عارفه حد زعلان شويه وايه الفرق بين انا زعلانه شويه فما حدش يعني ما حد سالني ما يقولش انا مكتئبه او عندي اكتئاب، انه دي كلمه كبيره شويه. لا بصي، هو الاكتئاب يختلف تماما عن، يعني كل اضطراب نفسي هو مختلف عن الاضطراب الاخر. يعني مثلا لو احنا خدنا القلق مثلا على سبيل المثال، القلق دايما انا بخاف من حاجه لسه ما حصلتش، حاجه في المستقبل، حاجه انا بتوقع لها اللي يحصل، ودايما العقل بتاعنا بيميل للتوقع السلبي. صحيح. يعني ما بيميلش للتوقع الايجابي. يعني الا بقى لو حد تدخل وقال له يا عم سيبها على الله بقى ان شاء الله اللي جاي يبقى حلو، ده مش بسهوله العقل بيعملها. الاكتئاب غير كده، الاكتئاب بيبقى حاله من فقدان الشغف. مش عايز اعمل حاجه، ما عنديش طاقه، بميل للحزن، بميل للبكاء، للانسحاب من المجتمع. حتى لو بيروح الشغل بيبقى متململ كده، اللي هو ايه، طب امشي همشي امتى، طب عايز ارجع بيتي بقى بسرعه. طيب حتى الـ يعني مثلا الافكار بتاعته مثلا ايه، واحنا جينا الدنيا ليه، طب هو من الناس اللي بتموت دي بتستريح، لان بنلاقي الانتحار برضو موجود عند الاكتئاب. فهنا بنشوف طبعا مش كل الناس اللي بتعاني، يعني مش عايزه برضو ان كل اللي يسمعني يقول لا طب انا بس عندي اضطرابات في النوم. برضو من علامات الاكتئاب الاضطرابات في النوم. اضطرابات النوم مش معناها ان انا ما بعرفش انام، لا معناها ان انا ممكن مثلا اخش انام ف
فانام ساعه واصحى خلاص انا مش عارفه ارجع فانام تاني. ده بتحصل كتير مثلا اضطراب في الاكل في الشهيه مثلا، ممكن تيجي بفرط في النهم في الاكل او ان انا مش عايز اكل خالص. فبيبقى ليه كذا علامة. احنا المؤشر بتاعنا ايه؟ ان الاهل مثلا لو لاحظت تغير في السلوك، الميل للعزلة، الميل للاكترار الماضي، الميل لان هو ما عندوش همة يعمل حاجة، انا مش قادرة اقوم انظف البيت، مش قادرة اعمل اكل، كله اي حاجة، بميل للنوم كتير، بالعشرين ساعة عايزة انام. فكل الحاجات دي كلها، لا انا لو لقيت خمس علامات من الحاجات دي متوفرة ومستمرة بقى معايا مثلا اسبوعين ثلاثة، لان هنا لازم اروح استشير حد. طيب استشير حد. احنا عندنا دايما دكتورة بسنت ثقافة عندنا في المجتمع المصري من زمان، ثقافة عدم زيارة الطبيب النفسي، يعني الخوف دايما من فكرة اني اروح لطبيب نفسي تحديدا. هل الثقافة دي مع مرور الوقت خلاص اتغيرت، بقينا عادي لو انا عندي مشكلة لازم اروح لدكتور نفسي او لا؟ وامتى اخد القرار زي ما حضرتك بتقولي العلامة اللي تنبهني، يعني زي ما بيقولوا كده جرس انذار، انه لا دلوقتي لازم اتدخل وابتدي اتعالج؟ تمام. هو الاكتئاب اضطراب في خلل وظيفي. يعني ايه خلل وظيفي؟ يعني مشل للحياه. يعني انا بدات ان انا مش قادره اروح الشغل، حاجه مهمه، مش قادره ان انا امارس دوري كأم مع اولادي. لا، هنا انا لازم طالما في الفانكشن او الوظيفه اللي انا بعملها بدات تتاثر، هنا لازم استعين بحاجه. وبعدين طبعا انت الوصمه بتاعه الطبيب النفسي او المعالج النفسي، لان في فرق بين الطبيب والمعالج. الطبيب اللي بيعالج بالادويه، والمعالج النفسي اللي بيعالج بالجلسات الكلاميه. فالوصمه بتاعه الافلام والمسلسلات بتطلعوا بشكل بدات تتغير شويه، بس لسه موجوده. بس طبعا هي لسه موجوده لانها كلتشر، يعني هي ثقافه. بس انا شايفه ان مع طبعا التغيير اللي بيحصل في الوعي وزياده الوعي، ان لا بقى في ناس بقى تقول لا يعني انا محتاج ان انا استشير حد متخصص، بدل مثلا ما اكلم حد من اصحابي، بدل ما اكلم حد مثلا ممكن يضرني ما يفيدنيش او كده، واكون داخل على مرحله انا محتاج اتلحق فيها. فافتكر ان انا بس مجرد ان انا كلمت مع صاحبتي او حاجه انا كده اتس اوكي. ازاي انتوا كدكاتره نفسيين بتحصنوا نفسكم من انه يعني انا شغلانتي ان انا كل يوم بيجي لي عدد من المرضى او عدد من يعني اللي محتاجين مساعده، خمسة سبعة مثلا بيتكلموا معايا في مشاكل بس كل يوم، دي شغلانتي، ده انا كل يوم بعمل ده. فانتوا ازاي بتحصنوا نفسكم عشان حتى تدي يعني مثال للناس اللي شغلانتهم الاتش ار مثلا او البروديوسرز او يعني من الناس اللي طول الوقت بيسمعوا مشاكل، فازاي بتحصنوا نفسكم؟ لا هو طبعا دي زي ما حضرتك قلتي كده، هي دي شغلانتنا. يعني ايه شغلانتنا؟ يعني احنا دربنا على ده ومارسناه، وازاي نحمي، ولازم نعرف نحمي نفسينا من التاثير السلبي. يعني بصي، في تعاطف ايجابي وفي تعاطف سلبي. يعني انا ممكن اسمع بهدف ان انا عايز اساعد الشخص اللي قدامي، وفي حد ممكن يسمع كفريندلي بقى ان هو يتعاطف تعاطف سلبي، يخش جوه المشكله بتاعت الشخص. ففي اختلاف ما بين التعاطف الايجابي او التعاطف اللي بيؤدي الى اني انا بوصل معاكي لحل، ان انا خارج المشكله مش بدخل نفسي جوه المشكله، والتعاطف السلبي اللي هو ممكن يكون الناس اللي مش يعني مؤهلين لده بينسحبوا وينجذبوا الى التاثر بطاقه الشخص اللي بيشتكي دايما ليهم او بيفرغ عندهم التفريغ انفعالي. طب في حاله الاكتئاب العنيد، لو حد مريض بهذا الاكتئاب العنيد اللي هو بيرفض انه يعترف ان هو اولا مريض وبيرفض يتلقى اي علاج، سواء علاج دوائي او علاج حتى في جلسات مع طبيب نفسي، الحالات دي حضرتك بتتعاملي معاها ازاي؟ وازاي لو هو ما عندوش الاراده انه يتغير؟ لان برضو في النهايه هي اراده ذاتيه، هو طبعا قراره داخلي. مهما قعد مع طبيب نفسي او غيره، انت اللي بتمتلك قرارك في ان تغير من نفسك. مش عارف الكلام ده مظبوط ولا لا؟ يعني لا، مظبوط جدا طبعا. هي الاراده في التغيير هي دي العامل الاساسي للتحسن. فكون ان هو يجي غصب عنه، تاكد ان نتيجه العلاج مش هتبقى مجزيه معاه جدا، لان هو بيبذل جهد في تدريبات نفسيه ان هو بيبدا يمارسها مع نفسه عشان يوصل للتغيير. فلو هو مش جاي بارادته، فنسبه التحسن هنا بتبقى قليله خالص. انما ممكن يجي اللي هو ايه، طب انا اروح كده للعلم بالشيء، اشوف الناس دي بتقول ايه او اي حاجه. هنا شطاره المعالج ان هو يكتسب الفرصه دي، انه يبدا يبقى في علاقه علاجيه ما بينه وما بين البيشنت او المريض اللي جاي له. يبقى هو مستني امتى ميعاد الجلسه يجي. انا لا انا بحس بتحسن، لا انا استريحت، مش بيقول لك انا حسيت بالقبول او استريحت. صحيح. انا لما اتكلمت مع الدكتور ده انا استريحت. فهي العلاقه العلاجيه دي مهمه قوي انها تبقى موجوده ما بين المريض وما بين المعالج. طيب خليني ابقى صريحه مع حضرتك، انه ساعات كتيره قوي ما حدش بيعنده الامكانيه الماديه انه يروح لدكتور نفسي. اقدر ازاي العب بتفكيري انا
وبالتفكير السلبي اللي بيجي لي وحوله لتفكير ايجابي وارفع عندي هرمون الاوكسيتوسين او الدوبامين. طيب اللي هي هرمونات السعاده. هرمونات السعاده دي بتترفع بالرياضه بالكارديو. يعني لو انا كل يوم بلعب كارديو حاجه بتعلي ضربات القلب، هنا انا بحفز افراز الهرمون. مثلا حاجه نقدر كلنا نعملها، المشي، ركوب العجل، السباحه، الحاجات اللي فيها هارد وورك، يعني حاجات اللي تعلي ضربات القلب دي بتساعد على افراز الهرمون السعاده. طيب بس في حاجه تانية بقى، انا كمان يعني لو الشخص فعلا عنده اراده للتغيير انا هديله روشته مكونه من 3 كلمات، هو لو استخدمها ودرب نفسه عليها هتبقى وقايه من الاكتئاب وهتحسنه جدا. 3 حاجات، 3 كلمات، اولهم انجاز، سعاده، معنى. 3 كلمات دول انا لازم ابقى واعي ان انا اليوم بتاعي يبقى فيه بحقق فيه 3 حاجات دول. انجاز يعني ايه؟ يعني انا قبل ما انام بالليل، لان طبعا مريض الاكتئاب يعني بيبقى المزاج بتاعه الصبح اتقفل خلاص، هو مش عايز يعمل حاجه ومش هيتحرك من مكانه، فاستغل الفرصه اني انا من بالليل اجيب نوته صغيره او ورقه صغيره اكتب فيها 3 حاجات. ايه الحاجه اللي بالنسبه للانجاز، ايه الحاجه اللي انا ممكن عايز انجزها بكره؟ لا ده انا عايزه انزل بكره اشتري حاجات للبيت، او مثلا عايزه احضر فطار يكون حلو بالنسبه لي. لازم حاجه يبقى فيها انجاز. الانجاز كمان بيحفز على لو حاجه بسيطه، حاجه بسيطه اعملها، انا لازم اعمل حاجه. السعاده هو انا ايه الحاجه اللي بتخليني انا سعيده، يعني مثلا مش ببذل فيها جهد، انا مثلا بسمع اغنيه معينه او بحب مثلا اتفرج على فيلم معين او حاجه بتخليني انا سعيده، لازم احطها في يومي. طيب حاجه ليها معنى، يعني ايه حاجه ليها معنى؟ يعني مثلا انا علاقتي بربنا دي حاجه ليها معنى، ايا كان روحانيه يعني. روحانيه او مثلا انا بحب مثلا ان انا اتطوع في حاجه معينه بالزبط. اني انا اسال على مريض او اني انا مثلا اسال على قريب بالنسبه لي، يبقى سعاده معنى. معنى. نشكرك دكتورة باسنت فاروق استشاري الصحة النفسية، شرحت لنا يعني ايه الاكتئاب العنيد. يا رب ما حدش يعني يجي له اي نوع من انواع الاكتئاب، وكلنا يعني اتعلمنا منك شوية حاجات كده نشتغل عليها لو حد فينا حاسس انه واصل للمرحلة دي. نشكرك يا دكتور، شكرا نورتينا وشرفتينا. يا رب كل ايامنا كده انجاز وسعادة ويبقى في تفاصيل حياتنا معنا زي ما حضرتك قلتي. بالظبط. ميرسي جدا ليه، شكرا ليكي نورتينا. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الاهم واخر الانباء، موجز التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة مع زميلتنا لمياء. اتفضلي لمياء. شكرا لك محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل من أجل مصر الحديثة. وخلال كلمته في احتفالية عيد العمال أكد الرئيس السيسي أن الدولة ستواصل العمل جنبا إلى جنب مع العمال على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور. هذا ووجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت. كما وجه الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لإعانة الطوارئ للعمال إلى 1500 جنيه، ووجه كذلك بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، فضلا عن استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل. كما وجه الرئيس السيسي بتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجور. أعلنت وكالة الأنباء السورية إصابة 8 عسكريين ووقوع أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف موقعا في محيط دمشق. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن جيش الاحتلال شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في محيط دمشق. أعلنت مجموعات مسلحة في العراق شن هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ كروز، وأوضحت المجموعات المسلحة أن الهجمات نفذت بعدة صواريخ كروز من نوع الأرقب واستهدفت تل أبيب للمرة الأولى.
أدان حلف الناتو الأنشطة التي تقوم بها روسيا على أراضيه متحدثا عن ممارسات مثل التضليل والتخريب والعنف والتدخل الإلكتروني التي تهدد أمن دول الناتو. وقال الحلف في بيان له إن هذه الحوادث جزء من حملة مكثفة من الأنشطة التي تنفذها روسيا عبر المنطقة الأوروبية الأطلسية، مضيفا أن الدول الأعضاء في الحلف تعرب عن قلقها العميق إزاء تصرفات روسيا والتي تشكل تهديدا لأمن التحالف. أعلنت الشرطة البريطانية 45 شخصا خلال محاولات محتجين منع إخراج مهاجرين من إقامتهم أو من أماكن إقامتهم المؤقتة مع بدء السلطات إجراءات ترحيلهم إلى رواندا. وتوقع عشرات الأشخاص حافلة يعتقد أنها كانت متجهة لنقل مهاجرين غير شرعيين من فندق في منطقة بيكهام إلى سفينة في ميناء بورتلاند في دورست بعدما استأجرتها السلطات لاستيعاب مئات المهاجرين. وجرى تنظيم احتجاجات أخرى في جميع أنحاء البلاد لمنع شرطة الهجرة من توقيف مهاجرين. من جانبه ندد وزير الداخلية جيمس كالفرلي بأولئك الذين يسعون إلى وقف عمليات إبعاد المهاجرين، مؤكدا أن إيواء المهاجرين في الفنادق يكلف دافع الضرائب البريطاني ملايين الجنيهات يوميا. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. طول الوقت الآباء والأمهات بيحاولوا إن هم يتابعوا أولادهم طول ما هم قاعدين، بيستخدموا الإنترنت لفترات طويلة. طب بيعملوا إيه؟ بيشوفوا إيه؟ ده بيبقى حرص من أولياء الأمور من خطورة التطبيقات السلبية للأسف. صحيح. ودي حاجة صعب شوية تعمل عليها كنترول. في كل بيوتنا بسنت الأولاد، بناتنا أولادنا بيقعدوا على الإنترنت ساعات طويلة جدا، وبيبعدين تماما أو بيبعدوا بشكل كبير جدا عن القعدة مع أبائهم وأمهاتهم. سؤال مهم جدا بنسأله، إزاي أتابع طفلي ابني أو بنتي وهو قاعد على الإنترنت؟ هل أتدخل بشكل مباشر؟ إزاي أتعامل معاه؟ إمتى أحس كده أنه بدأ يدخل مرحلة خطيرة من الجلوس لساعات طويلة جدا أمام الإنترنت؟ أسئلة كتيرة جدا هنسألها مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، المهندس محمد الحرثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي اللي منورنا وشرفنا النهاردة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضراتكم، صباح الخير يا مصر. صباح الخير. سؤال الأسئلة دلوقتي، كلنا في البيوت بنشوف ده مشهد معتاد كل يوم، ابني أو بنتي قاعد على الموبايل، قاعد على الآيباد أو الكمبيوتر لساعات طويلة جدا. اولا قبل ما اسال هو بيتفرج على ايه او بيشوف ايه، علميا صح ان انا اقعد ايه الفتره اللي مسموح بيها كطفل او كطفله اسيب ولادي يقعدوا فيها على يدخلوا الانترنت ويخشوا التطبيقات المختلفه؟ هل في فتره او ساعات معينه علميا دي تبقى نقدر نقول امنه لابني او بنتي؟ يعني خليني في البداية طبعا بشكر حضراتكم المشاهدين وتحياتي للمشاهدين الكرام. هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وخلينا نقول ان الرقم يعني المتوسط 8 ساعات اللي بيقضيها يعني يمكن فترة سنية صغيرة، لو متوسط كمان 15 سنة قاعد على الانترنت، قاعد على التطبيقات، قاعد على الألعاب الإلكترونية، قاعد على منصات التواصل الاجتماعي، ده عدد كبير جدا. لو بنتكلم بقى على الأطفال المسموح بيهم يعني يمكن عدد الساعات او يعني السن اللي هو من بعد 12 سنة، وخلينا طبعا منطقيين. وخليني اوضح حاجة، بعض الاسر بتسيب يمكن اطفالهم اصغر من 12 سنة، يعني بنتكلم في سن 7 سنين. صحيح. وست سنين وخمس سنوات، ده كل الاسر. يعني ما خلينا نتكلم واقعيا، يعني بيسيبوا على الموبايل بحيث ان هو يعني يبدا ان هو يعني يسكت او يهدى او انه ما يعملش ارتاح بالدوشه بتاعته يعني. طبعا ده خطر كبير جدا، لان لما مثلا اسيب الموبايل معاه في سن صغيره جدا 5 سنين وست سنين، طب هو لما يبقى عنده 12 سنه هيعمل ايه؟ صحيح. يعني من قبل 12 سنة ما ينفعش أصلا يبقى عنده يعني موبايل، يعني هو المفروض طبعا يعني لا يعني ما اقدرش اسيب له جهاز موبايل مفتوح. يعني خلاني على فكرة دي دراسة فعلا أنا لسه قارياها امبارح، إنه قبل 13 سنة أو 12 سنة دي كارثة على عقله. و 12 سنة لازم يبقى محدد يعني مقنن، ولغاية 15 سنة لازم يبقى فيه كنترول على استخدامه. حضرتك سألتيه سؤال مهم جدا، متوسط عدد الساعات، خلينا نقول اللي هو المتوسط الطبيعي في حدود ساعتين على مدار اليوم، مش ساعتين مره واحده، يعني مش هديه ساعتين يفضل يخلص الساعتين وكده خلاص انه هيبقى عايز يرجع تاني للموبايل ويقدر
يلعب او يستخدم التطبيقات وخلافه، فبالتالي لازم الساعتين تبقى مقسمه على مدار اليوم. ساعتين اللي عنده 12 سنه يعني من بعد بقى احنا بنتكلم 12 13 سنه، يعني لو احنا عملنا كده بالعجز ده انجاز. انا بتكلم طبعا في الرقم اللي احنا بس يا رب رقم مثالي شويه، رقم مثالي طبعا يعني رقم مثالي، ولكن للاسف الشديد اي حاجه بتتعمل تانية غير هذا السلوك فهو خطر جدا على اولادنا. وخليني اقول لحضرتك حاجه، أفهمت؟ ايه خطورته؟ خطورته انه بيدمن الحقيقه استخدام الاجهزه واستخدام اللي بيحصل ايه، انه بيدمن محتوى موجود لو بيلعب او بيتفرج على منصات التواصل الاجتماعي او زي ما احنا بنشوف بيتفرج على اليوتيوب ومحتوى متغير. فكره المحتوى اللانهائي هو بيتفرج على حاجات الحقيقه ما بيوصلش لاخرها. صحيح. فبالتالي بيحصل ادمان. صحيح. على تصفح هذا المحتوى. فبالتالي لو انا قلنا ان هو قاعد على مدار اليوم 6 ساعات او 5 ساعات، ايه اللي بيحصل؟ هو بيفقد تركيزه تماما عن اداء اي اشياء اخرى هو. صحيح. المفروض في سنه ده يعملها. فبيحصل زي ما حضراتكم وضحتوا انعزال. طيب هل هنا بقى لما انا اجبره انه يستخدم عدد ساعات معينه والطفل او السن الصغير بيبقى رافض تماما انه يستخدم الاجهزه بشكل محدد المده، هل ده انا بضره؟ يعني ايهما ضرره اكتر؟ لا ضرر اكتر طبعا ان انا اسيبه بمطلق الحريه ان هو بيستخدم الانترنت وبيستخدم يعني التصفح والالعاب الالكترونيه بعدد لا نهائي من الساعات، لان انا بدمر حقيقه شخصيه الطفل. ولكن هنا بقى الرقابه وان انا فعلا ابدا ان انا احط له اطار عام بدليل اسهلها. يعني هو هينفع في سن صغيره 12 سنه اسيبه كده ينزل من البيت ويبقى في الشارع وما اعرفش هو فين او بيعمل ايه او العدد ساعات يعني مفتوحه؟ هو نفس الفكره بالظبط. هو ايه الفرق طب ما بين الشارع وما بين وجوده على الانترنت؟ هو الانترنت هو عالم افتراضي، عالم موجود بكامله. وعلى فكره هو ما بقاش افتراضي، هو بقى ده العالم والواقع الطبيعي اللي كلنا حتى عايشينه. فبالتالي انا لن اتحكم في المحتوى اللي بيشوفه، لن استطيع ان انا لما يقعد 5 ساعات ارجعه لطبيعته تاني، هاخد ساعات تانية عشان ابدا ارجعه لطبيعته. زي بالظبط اعراض الانسحاب من الادمان، يعني ده اللي بيحصل بالظبط عند الطفل. على على ايامنا احنا واحنا صغيرين كان يجيبوا دايما في التلفزيون كده ايه المشاهير يقول لك انا بسمح لاولادي بساعتين بس في الاسبوع على التلفزيون مش على الموبايل، ساعتين بس في الاسبوع. النهارده احنا بننزل في اي خروجه اي ام معاها طفل صغير بجد يحط له الموبايل قدامه عشان يسكت، شغال بقى كرتون، شغال مش عارفه ايه. خصوصا خطوره ده ايه الاطفال اللي هم عندهم سنتين، وانا فاكره ان انا يعني مسيطره على المحتوى ده وبحط التليفون قدامه او حتى التلفزيون. مظبوط طبعا. وانا مش هنا بتكلم عن المنع، يعني انا بتكلم عن نظام حياة يعني أو نظام استخدام أو نظام تفاعله مع الجهاز أو استخدامه للإنترنت. فبالتالي أنا ما بتكلمش عن معنى أنا ما أقدرش أمنع جيل جديد من أنه يستخدم الموبايل أو يستخدم الألعاب الإلكترونية أو يتصفح أو خلافه، ولكن لازم أحط له إطار وعدد ساعات معينة لغاية لما يتعود على إطار معين وعدد ساعات معين وسلوك معين، وأدي فرصة بقى لتهيئة الطفل ده أنه يبقى إنسان يعني أو شخص طبيعي. هنا ده جانب. جانب آخر بقى أن أنا بيتفرج على ايه، بيعمل ايه، بيستخدم ايه. دي رقابة مهمة جدا ان الاب والام يبقوا مطلعين على سلوك الطفل او ابنه او بنته على الموبايل. وده احنا بكل بساطة بنقول في حاجة سهلة جدا، اربط موبايلك بموبايل طفلك. لو انت هتدي له جهاز موبايل حضرتك اعرف هو بيعمل ايه. ليه؟ لان احنا شفنا جرائم وكوارث. صحيح. وفكره ابتزاز الاطفال في سن طبعاً. صغيره والابتزاز الجنسي حتى للاطفال في سن صغيره والالعاب كمان بتخلي الواحد ينتحر كمان بعض الالعاب اللي احنا شفنا حالات انتحار. شفنا بيتصفح بعض المحتوى اللي مشجع مثلا للمثليه الجنسيه واشياء منافيه ومخالفه لثقافه المجتمع. فبالتالي لما انا ابني المحتوى او هو بينشا على محتوى بيشوفه غير ملائم لثقافة الأسرة المصرية من سن صغيرة جدا، طب أنا يعني أنا هنتظر إيه لما يبدأ يبقى يكبر؟ هل هستطيع أن أغير سلوكه؟ صعب. يعني باشمهندس فكرة المحتوى البديل إزاي أصنع أو صناعة محتوى بديل؟ خلاص إحنا الشاشة أو الإنترنت بقى عنصر مهم جدا في حياتنا،
يعني بنتعلم من خلاله. صحيح. بنشوف بنتسلى بنهرب من واقعنا من خلال الانترنت والسوشيال ميديا. ازاي بقى اقدم له المحتوى البديل؟ انا هنا كأب او حتى كصانع محتوى، ازاي يبقى محتوى تعليمي في ترفيه بس يبقى تعليم مع ترفيه، محتوى يبني عقله ويبني شخصيته؟ انا هنا دوري كأب وام ايه، وكمان كعاملين ومشتغلين في تكنولوجيا المعلومات ان هم يقدموا محتوى محترم للطفل. خليني اقول لحضرتك، ودي حاجه الحقيقه انا اتمناها، صناعه المحتوى الجيد صناعه مهمه جدا جدا جدا. وانا بقول بدل ما امنع، لان انا الحقيقه همنعه عن ايه ولا ايه؟ فالمنع دايما او مواجهه ده بان انا ابني محتوى جيد يتماشى مع يعني اهتمامات السن الصغيره دي. ما ينفعش انا اعمل محتوى غير جاذب مثلا للسن الصغيره دي، ما هو برضه هيتركه ويروح تاني للمحتوى السيء. فبالتالي للاسف الشديد ان المحتوى الجيد في مقابل المحتوى السيء لسه ضعيف جدا بشكل كبير وعلى مستوى العالم يعني، مش جذاب. وانا بتكلم هنا على المحتوى العربي بقى، لان احنا الحقيقه يعني انا دايما بنادي بقول ان نتمنى ان يبقى في مشروع كده يعني مش لدوله بعينها، لكل معظم الدول العربيه تشترك فيه لبناء وصناعه محتوى عربي. طب. للاطفال العاب الكترونيه، محتوى جاذب للاطفال، مش لازم يبقى محتوى تعليمي بشكل مباشر. طب. لان الحقيقه الطفل او سن صغيره ما بقاش بينجذب للحاجه اللي هي المباشره، هو عايز يشوف في سياق واطار معين. ولكن برضو عندنا هنا الحمد لله في بعض المنصات اللي هي التعليميه اللي هي الحقيقه بتعلم الطفل شيء في مقابل ان تديله فرصه انه بيلعب او بيستخدم العاب الكترونيه. فبالتالي انا يعني باخد من عدد الساعات اللي بيقضيها في محتوى ملوش اي فايده، ان انا لو خدت بس انه قعد ساعه او ساعتين على هذه المنصه او هذا التطبيق وعمل بروجكت او يقدر يعمل مع اخواته مشروع مشترك، فبالتالي انا كده خدت يعني ساعات كده مفيد، او اديت له الحقيقه محتوى مفيد علمته. احنا بنتمنى ان الاطفال وبالنادي ده ان الاطفال في سن صغيره قادرين على ان هم يتعلموا برمجه. عايز اقول لحضرتك من سن 6 سنوات، سن 6 سنوات تقدر تدخله في بروجكت، يعني بيتعلموا روبوتكس اللي هو روبوتات وبرمجه الروبوتات من سن صغيره جدا. فبالتالي مهم ان انا افهم ان في محتوى وفي منصات قادر ان انا اوفرها لابني او بنتي بديل عن، وبعد كده تدريجيا هيبقى مهتم بالشيء المفيد اكتر من اقباله على المحتوى السيء. طيب انا كأب وام دلوقتي مسؤوليتي ايه ان ابني تحت 12 سنه ما يبقاش عنده حساب على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ايا كان، انستغرام، فيسبوك، تيك توك بالذات؟ لانه انا النهارده بجد انا بحس يعني لما الاقي طفله صغيره او طفل صغير يعني عنده حساب واكتف في ايه يعني، طب بيخرج يلعب في النادي امتى، بيذاكر امتى؟ صحيح. انا بشوف الاخطر من ده ان بشوف سن 8 سنين و7 سنين معاه موبايل. اه صح، يعني يجي لا ده عادي، ده العادي. يعني معاه موبايل مستقل. فدي الحقيقه يعني دي انا المفروض امنعها تماما، يعني مش المفروض ان انا البي لكل ابني طلباته بشكل، لان انا بضره في الاخر. فما ينفع طبعا، ممنوع يعني لو الإجابة قطعا كده، ما ينفعش يبقى ابني عنده 8 سنين 7 سنوات هو أجيب له موبايل مستقل. حضرتك بتقولي حساب على منصات التواصل الاجتماعي، يعني من ضمن قائمة الممنوعات، ما ينفعش. ما ينفعش نعمل له حساب. وشفنا نماذج، وبأكد نماذج كثيرة جدا تعرضت للابتزاز، لأنه بيتكلم مع غرباء، وفكرة إن هو بيبقى في عالم وقافل عليه أوضته أو موجود منعزل، ودي فرصة لحد غريب يتكلم معاه على الماسنجر، يبدأ يتواصل معاه، يجتذبه إلى مكان آخر افتراضي ويبدأ يتكلم معاه، يبدأ يديله محتوى معين يجتذبه ويتصيده وخلافه، ويبدأ يدخله في إطار جريمة. احنا شفنا يعني طب ينفع ينفع أنا أسف محمد، يعني ينفع أديله موبايلي يعمل من عليه حساب؟ يعني ينفع من موبايل يبقى عندي اكسس على الحساب بتاعه؟ السن الصغيره دي المفروض لا يقبل على التواصل الاجتماعي ولا يبقى غير موجود على التواصل منصات التواصل الاجتماعي نهائيا. حتى لما يجي يتصفح حتى على بعض المنصات يعني المشهوره مثلا زي يوتيوب وخلافه، هناك بعض المنصات البديله اللي فيها ضبط للمحتوى الموجود، لان هذه المنصات الحقيقه للاسف المحتوى اللي موجود فعلا محتوى سيء جدا، وحتى لو هو كرتون او اطفال او خلافه هناك محتوى
بصري داخل هذا المحتوى مشجع حقيقة، من ضمنها حاجات زي المثلية الجنسية في معظم المحتوى اللي موجود بشكل غير مباشر الطفل هيقدر يوصل لها. طب ده كلام جميل جدا، طب نطبقه على الأرض الواقع إزاي؟ يعني ده برضو سؤال، الآباء والأمهات في بعض الأحيان هما بيقعدوا على الموبايل ساعات، يعني وهو المفروض يبقى بيقدم القدوة لأولاده. في مفهوم كده التربية الرقمية أو بيسموه التربية الإعلامية أو الرقمية، إن أنا أعلم حتى الناس الآباء والأمهات وأحط ده في مناهج التعليم حتى الدراسية، إزاي أتعامل مع المجتمع الرقمي الجديد ده، إزاي أتعامل بشكل فيه أسلوب رشيد. هل إحنا ما عندناش التربية الرقمية دي، ما تعلمناش إزاي نتعامل مع التكنولوجيا الجديدة؟ وده نعمله إزاي يا فندم عشان الأجيال الجديدة، الآباء اللي هيبقوا في المستقبل يعرفوا يتعاملوا مع التكنولوجيا من ناحية ومع أولادهم من ناحية تانية؟ هدي حضرتك مثال بسيط في الطيارة كده، مش واحنا قبل ما نقلع بالطيارة بيقولك انقذ نفسك، يعني لو حصل حادث انقذ نفسك قبل ما تنقذ اللي جنبك، لأن أنت لو ما قدرتش تعمل ده مش هتنقذ اللي جنبك. فبالتالي نفس الفكر مهم جدا، أن الأسرة الأب والأم لازم يبدأوا بنفسهم. يعني برضو ما ينفعش يبقى الأب والأم قاعد على 8 ساعات قاعد في البيت، أو الأم قاعدة لمدة 8 ساعات ده اللي بيحصل على الإنترنت وتترك ابنها بدون تواصل وبدون ما تبدأ يبقى فيه تفاعل ما بينه وما بينها. فبالتالي نفس الفكرة، ما هو شايف الأب والأم قاعدين على منصات التواصل الاجتماعي وقاعدين على الإنترنت، فبالتالي هو برضو مقبل، فبقى نمط البيت كله كل واحد ماسك الجهاز وقاعد على الانترنت. فبالتالي مهم يبقى الوعي. انا بقى بضيف على حضرتك قلته ده، الوعي الرقمي مهم. الوعي الرقمي هو الاساس، ان انا لما نشاه البيت نفسها اعمله ازاي بقى منضبط، اعمله في مجتمع ازاي؟ اولا فكره يعني استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل لا نهائي على مدار اليوم، لازم عدد الساعات الى الان في الاحصائيات 2024 الساعات بتزيد. فبالتالي الاقبال الكبار الادلت، يعني بنتكلم في الكبار بقى مش صغيرين، بنتكلم ان هم عدد ساعاتهم بتزيد. فبالتالي احنا وجودنا على منصات التواصل الاجتماعي مش المفترض انها تبقى المده دي كلها. ليه؟ لان انت فاضل كام في يومك؟ يعني حضرتك بتشتغل كام ساعه؟ هنفترض 8 ساعات وده يعني الحد الطبيعي. طب الثمان ساعات التانيين عايدهم على منصات التواصل الاجتماعي، طب اتبقى كام مع اولادك نام بقى يا دوب مع نشاط في الباقي يا فندم؟ ده حتى قبل ساعات النوم احنا بنتصفح، خلينا منطقيين نتصفح. فبالتالي بتقوم الصبح حتى تعبان جدا ومرهق، لان مساله تصفح اللانهائي للمحتوى هبسطها، مش احنا بنتفرج على فيلم كده ومستمتعين، بعد المرور ساعتين من الفيلم بنقوم حاسين ان احنا كسلانين مش قادرين نبدا نستعيد طاقتنا. ده اقل التاثير من تصفح المنصات التواصل الاجتماعي بشكل نهائي. بالتالي مهم يبقى عندي مشروع كده، وعلى فكره هذا الكلام بحاول اطبقه على نفسي، يعني انا مش بقول ان انا مثلا بعمل عكس، لا انا كلنا في هذه المشكله. فبالتالي لازم يبقى عند حضرتك اصرار تماما ان حضرتك حتى بقى انا بعمل ايه؟ ببدا اظبط توقيت الشاشه، يعني التايم كنترول بالظبط على السكرين تايم، ان انا اقول ادي مثلا ساعتين لمنصات التواصل الاجتماعي، خلاص يبدا الموبايل يقفل منصات التواصل الاجتماعي، هنا انتبه ان انا خلصت الساعتين بتوعي. بس في قرار هنا بيقول لحضرتك عايز تكمل ولا خلاص كده هتضعف ولا لا هتضعف، هتقول له لا نور يعني هتتجاهل ده. بس على الاقل يبقى عند حضرتك رغبه زي الرياضه بالظبط، رغبه ان انا ابدا ابعد عن منصات التواصل الاجتماعي بشكل معين. استثمر بقى الساعتين ثلاثه اللي وفرتهم دول في ايه؟ اتعلم شيء، انا بتكلم عن الاب والام، اعرف اسمع ايه التكنولوجيا الجديده، ايه مثلا لو عايز اعلم ابني برمجه وابدا اشوف ايه المفروض يتعلمه ابني، الذكاء الاصطناعي ده عباره عن ايه، يعني ابدا اوجه نفسي. فبالتالي بقى ابدا ان انا في لغه هنا ما بيني وما بين ابني او بنتي. فبالتالي لما ابني وبنتي الحقيقه يشوف الاب والام بداوا يشتغلوا على نفسهم في هذه المساله، فبالتالي هتنتقل نفس الفكره لهم. الحاجه الثانيه عندي فتره الصيف، فتره دي في برامج ممتازة جدا والحقيقة متميزة بتعلم أولادنا البرمجة، ومن سن صغيرة وشايفين مبادرات بتطلقها وزارة الاتصالات والتكنولوجيا معلومات اللي هي أشبال مصر الرقمية وبراعم مصر الرقمية. هذه المبادرات بتقدم بشكل مجاني لسن صغيرة، مهم جدا إن أنا أبدأ أدخل أولادي في هذه البرامج والمبادرات، لأن فعلا هتغير في سلوكهم بشكل كبير جدا. مهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا شرفتنا النهارده. كل شكر. شاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل اخر فقره معانا في حلقتنا النهارده، خليكم متابعينا. بنجدد صباحنا على حضراتكم مره تانية. مجلس اداره البنك المركزي وافق على منح الرخصه
لإحدى الشركات الرقمية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر. تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص اللي شملت فحص البنية التحتية وأنظمة البنك والأمن الخاص علشان يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك الرقمي على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن. طيب إيه هو البنك الرقمي؟ إيه هو مفهومه؟ هل هيقدم نفس خدمات البنوك التانية؟ يعني هل هنقدر نعمل سحب وإيداع زي ما احنا بنعمل في أي بنك طبيعي؟ إيه اللي هيميز الفكرة دي؟ تفاصيل أكتر معانا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ فندم، صباح الخير دكتور محمد، وصباح الخير لكل السادة المشاهدين. أهلا بيك. يعني مهم جدا أي حاجة توفر على العميل الوقت والمجهود، بس عايزين نعرف إيه هو مفهوم البنك الرقمي، مفهومه العلمي والمصرفي. طبعا هو البنك الرقمي هو بنك طبيعي جدا نفس بيقدم مجموعة من الخدمات المصرفية زي البنك الطبيعي اللي احنا بنتعامل معاه الآن، ولكن مش هيكون هناك حاجة إلى أن يكون هناك تعامل مباشر نهائيا، أن الشخص يذهب إلى مقر معين للبنك، ده مش هيكون موجود. هو بيدخل على تطبيق معين، بيفتح حسابه بصورة إلكترونية، بيتعامل بصورة إلكترونية دون تدخل لعنصر بشري نهائيا. بس ده مش موجود يا دكتور وليد، يعني الإلكتروني عفوا المقاطعة، مش هيكون دكتور وليد هيكون هناك اي تدخل بشري. مش ده موجود فعلا دلوقتي؟ يعني اي بنك ليه تطبيق، احنا بنعمل حاجه معاملات حتى ماليه اونلاين، يعني اي بنك من البنوك بيبقى ليه تطبيق معين، ابلكيشن بنزل بحط بحول فلوس. ما ده بيحصل، ايه الفرق بقى ما بين البنك الرقمي الجديد والمعاملات الاونلاين اللي انا بعملها مع الابلكيشن او التطبيق الخاص للبنك اللي انا بتعامل معاه؟ ده موجود جزئيا، لأن حضرتك بتتعامل أونلاين، لكن بالتأكيد حضرتك لازم تذهب إلى البنك في إجراءات معينة. لازم لما هتفتح الحساب البنكي بتاع حضرتك لازم هتروح في أول مرة تفتح الحساب، هيكون هناك إذا البنك احتاج منك تحديث بيانات أو احتاج شيء معين بيكون لي بتحتاج أنك تروح البنك، فهناك نسبة من الحضور في البنك، هناك احتياج للبنك الحقيقي، هناك تعامل بشري بنسبة ما. إنما البنك الرقمي لا يوجد تعامل بشري مباشر نهائيا خالص. يعني مشوار البنك ده بيبقى من أكتر يعني المشاوير الثقيلة على قلب أي حد. إزاي هيتم إيداع وتحويل الفلوس والأموال على البنك الرقمي؟ يعني إحنا دلوقتي لو عايزين نعمل بنحاول من بنك البنك ده موجود، هل في اختلاف هنلاقيه؟ هل في مرونه اكتر؟ يعني اشرح. طبعا طبعا انا لما بلاقي امامي بنك رقمي ده بيسهل لي حاجات كتير جدا. الحاجه الاولى ان انا بقوم بعمليات التحويلات المصرفيه اونلاين، بحتاج ان انا خصوصا في مجال التجاره ان انا بعمل اموال من حساب لحساب اونلاين. الموضوع بيزيد اهميته جغرافيا بصوره كبيره جدا يا استاذه بسنت، لان اذا كنا بنقول ان مكاتب البريد بتوفر خدمه لبعض للكرة لان فروعها اكثر من البنك، فالبنك الرقمي ورغم ان هو تطبيق واحد ملوش اي فروع الا ان المناطق النائيه والمناطق البعيده بيقدر المواطن ان هو يتعامل مع البنك، مش محتاج ابدا ان هو يكون له فروع في تلك المناطق. البنك الرقمي مش محتاج، مش هيكون فيه اجازات، انا بدخل للتطبيق بصوره مباشره في اي وقت بقوم بالعمليه المصرفيه، فده هيكون بيخلق اتاحه 24 ساعه كل اوقات كل ايام العام للخدمات المصرفية. عدم وجود العنصر البشري طبعا مع توفير الأمان أن يكون على أعلى مستوى من مستويات الأمن السيبراني بيوفر تكلفة كبيرة جدا من استخدام من النفقات. يعني هو ما بيدفعش مرتبات كبيرة للموظفين، هو ما بيدفعش، ما بيكونش هناك شراء لمقر، مصاريف صيانة، هذه الامور بيترتب عليها توفير في تكلفه انشاء واداره البنك بصوره تؤدي الى انه تكلفه الخدمه اللي هيقدمها بتكون اقل، فبيقدم منتجات مصرفيه بتكلفه اقل، وده بيصب في مصلحه العميل في النهايه،
أهم طب ده هيصب في مصلحة العميل، هل هيصب في مصلحة الموظف؟ يعني حضرتك أشرت في أكتر من مرة دلوقتي في المداخلة اختفاء العنصر البشري تماما، يعني كل المعاملات هتبقى معاملات أونلاين أو رقمية. طب القطاع البنكي بقى يا فندم، الموظفين والعاملين والناس اللي بيشتغلوا في القطاع البنكي، لو احنا يعني اتكلمنا مع التحول الرقمي دلوقتي وان احنا هنشوف اول بنك رقمي وبعد كده ممكن يبقى في بنوك رقميه اخرى بعد منح الترخيص من البنك المركزي، مصير العاملين من القطاع البنكي ممكن حد يسال؟ والله يا دكتور محمد حضرتك بتسال قضيه طبعا يعني جميله، يعني بالنسبه للموظفين الحاليين بالتاكيد البنوك الحاليه هي بنوك مستمره، لكن اللي احنا بنتابعه في المستقبل في مهن بتتآكل، يعني هو نفس الاجابه لما بنلاقي سيارات الدرونز اللي بتنتشر في العالم بالكامل دلوقتي، فما هو مصير الطيارين اذا كان الدرونز هو اللي بينتشر وبيكون اقل تكلفه وبيكون طبعا المستقبل فيه وظائف كتير هتتلغي وفي وظائف كتير هتخلق، التحول الرقمي بطبيعته هيقضي على وظائف كتير جدا، ومهم جدا ان الشباب يكون قاري المستقبل، وتابعنا الرئيس لما كان بيوجه الشباب وبيقول لهم خلوا بالكم مجالات الذكاء الاصطناعي ومجالات الامن السيبراني والامور الالكترونيه دي هي اللي بتجيب فلوس وهي المستقبل بالظبط. يعني مع التحول الرقمي ده زي ما حضرتك اشرت في وظائف هتختفي وده سمه العصر دلوقتي، يبقى في تحول رقمي في كل القطاعات. بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. طيب هنروح لموضوع تاني دلوقتي، فيلم السرب اللي محقق نجاحات كبيرة جدا في بداية عرضه في دور السينما ودور العرض، الفيلم بطولة الفنان الكبير أحمد السقا وبتدور أحداثه حول إحدى العمليات اللي قام بها الجيش المصري ضد التنظيمات الإرهابية للانتقام من حادثة مذبحة 21 مصري في ليبيا وتوسع عمليات الجيش لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية المجرمة. فيلم السرب هو استكمال لسلسلة من الأفلام اللي بتصنع الوعي المصري في مصر، وقراءة لهذا الفيلم المهم جدا اللي بيتكلم على يعني ضربة مهمة جدا عملتها القوات الجوية المصرية ضد الإرهابيين في ليبيا. دلوقتي هنعرف مع الأستاذ محمد أدري رئيس قسم الفن بجريدة الدستور معانا على الهواء. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير دكتور محمد، صباح الخير استاذه بسنت، صباح الخير على كل المشاهدين. صناعه الوعي مستمره، دراما مصريه اخرها فيلم السرب، قوه وتاثير هذا العمل على وعي المواطن وعلى تذكير المصريين وانعاش كده الذاكره بواقعه مهمه جدا قام بيها الجيش المصري والقوات المسلحه. طبعا فيلم السرب عمل من الاعمال السينمائيه المهمه جدا اللي بتأتي في ظل سلسلة كبيرة جدا من الأعمال اللي بتقدمها الشركة المتحدة تحديدا بعد سلسلة الاختيار وقبلها فيلم الممر وغيرها، لكن فيلم السرب تحديدا له طبيعة خاصة. فيلم السرب هو أول فيلم حربي عن العصر الحديث، يعني لو رجعنا للمسلسلات هنلاقي فيه مسلسلات كتير بتحكي العشر سنين اللي فاتت، لكن فيلم السرب ينسب إليه إن هو أول عمل عن الفترة اللي هي الصعبة اللي احنا عشناها الفترة اللي فاتت، فترة 2014 و15 تحديدا كانت من الفترات الصعبة والتحديات المهمة اللي لازم نحكيها ونحكيها برؤيتنا احنا، محدش يحكيها. الفيلم ده بالنسبة للشق الفني هو عمل فني مميز، مميز بمعنى مميز. أنا بنفسي حرصت إن أستطلع الرأي جمهور ونقاد، أنا لم أتلقى سلبية واحدة، الفيلم الناس كلها بتشيد بيه لدرجة ان الناس اللي بتنتقد بشكل كبير اي حاجة لا اشادت بالفيلم، اشادت انه مصنوع كمان فنيا بطريقة مميزة. بداية من السيناريو، عمر عبد الحليم اصاغ سيناريو مميز، بنتكلم في 20 خط درامي منسوجين بطريقة مميزة، ما لاحظناش ان في خط لوحده او خط مجرد استكمال دور، لا خالص الخطوط كلها مميزة. الاستهلال في الفيلم، التمهيد بيقول احنا قدام عمل عظيم، بنفضل في الفيلم وفي التشبيكه اللي احنا عاملينها دي لحد ما بنوصل للذروه ومن ثم بنعرف ايه الخطوط اللي احنا شغالين عليها. الفيلم بيبدا بالاعمال اللي بتقوم بها القوات الجويه والقوات المسلحه المصريه لتامين الحدود الغربيه وازاي مصر بتحافظ على امنها القومي في اي مكان دون التدخل في شؤون اي احد،
وزي ما حضرتك قلت انه الفتره ما بين 2014 ل 2018 في احداث كثيره قوي حصلت، فالاعمال الفنيه دي هي اللي بتخلي يعني الاحداث دي موجوده في اذهان المصريين. ما ننساش بطولات الجيش المصري ابدا. خليني اتكلم معاك كمان عن الادوار، نفصصها كده بالتفصيل. لو اتكلمنا على احمد السقا، ازاي شايف الدور اللي قدمه وايه رايك في الحاله يمكن اللي هو عاملها خلال احداث الفيلم؟ اعتقد دور احمد السقا هو افضل ادواره خلال السنوات الماضيه. دور اعتقد انه كان مركز فيه بشده. احمد السقا الناس هتشوفه بشكل مختلف على الشاشه. دور علي اللي بيقدمه الشخصيه، احنا في الاول هنعرف هو مين ده بيعمل ايه، وبعد كده هنتفاجئ بحاجات كتير. بيقدمه باريحيه، هيقدم ازاي ان كان في ابطال في الغرب محدش واخد باله منها، وازاي انها قدرت تفيد الدوله المصريه وتفيد الامن القومي المصري بالاعمال اللي عملوها، وازاي قدموا بطولات. فاحمد سقا نفذ الدور على اكمل وجه، يعني انا بحييه جدا، بشيد بيه. كان في تركيز جدا مع المخرج احمد نادر جلال في بعض التفصيلات، كان في بعض المشاهد مش من المفترض ان احمد كان يقدمها، عادي يستعين بدوبلير او بتتصور بطريقه مختلفه، لكن احمد اصر منها مشهد اللي هو تحت الطيران. ده مشهد صعب جدا جدا، وكان ممكن يحصل له بعض مشاكل في السمع او غيره، بس هو اثر وطلع حقيقي جدا. فانا طبعا بشيد باحمد السقا، دور اعتبره دور عمره. باقي الفنانين هنلاقي محمد ممدوح بشكل مختلف جدا جدا جدا، لما يقدم دور زعيم تنظيم ارهابي ما قدموش بالشكل الجامد الشخصيه الكشره الصلبه اللي احنا نقول عليها الصوره النمطيه، لا خالص. قدم تشريح للارهابي ده جاي ازاي، اتعمل ازاي، بيفكر في ايه، ناوي على ايه، يعني دي كانت تفصيله مميزه جدا. اعتقد انها كانت مبنيه على دراسه كمان قبل كتابه السيناريو. جميل. نيلي كريم وطبعا مبارك، شريف منير، فريق الطيارين بالكامل، اعتقد ان الناس هتعتبر ان دول طيارين بجد، لان هم اتدربوا مع طيارين في القوات الجويه وقدموا الدور على اكمل وجه. يعني فيلم السرب ومن قبله فيلم الممر وفي الدراما التلفزيونيه الاختيار وغيرها من المسلسلات، شايف الدور اللي بتقدمه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه في تقديم هذه الرساله، رساله الوعي وصناعه الوعي لدى المصريين باهميه هذه اللحظه وما يحدث على الارض. طبعا دور فعال وعظيم جدا جدا، لازم نشيد بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. دور صعب في وقت صعب، لازم نحكي ونقول احنا مرينا بايه وكانت ايه وجهه نظرنا احنا، ما حدش هيقولها لنا. وبعدين الاعمال الروايه الخاصه بينا، الروايه المصريه. طبعا طبعا المرويه المصريه طبعا. وبعدين الاعمال دي تكلفتها الانتاجيه ضخمه جدا. لا الشركه اثرت انها تقدمها بشكل فني كمان مميز، يعني مش مجرد ان احنا بنقول رسائل، لا ده بشكل فني مميز. اللي هيشوف فيلم السرب يعني مش هيقول ان دي رسائل مباشره خالص، بالعكس حدوته ممتعه من اول لحظه لاخر لحظه، بنقول احنا مرينا بايه وعملنا ايه والابطال دول كانوا بيعملوا ايه. فده مجهود عظيم من الشركه المتحده، عملت سلسله من الاختيار وعملت حرب وعملت العائدون والحشاشين كمان رمضان اللي فات، كان بيقدم فكره ازاي الجهات او الجماعات المتطرفه بدات، فدي كمان من سلسله الوعي. انتهينا دلوقتي فيلم السرب، اعتقد انه من اهم الاعمال المصريه، وبعد ما يتعرض على التلفزيون زي ما الممر اتعرض، اعتقد كمان الجمهور العادي كله كمان هيشوف الفيلم وهيقول ازاي العمل ده كان عظيم جدا وقدم رسالة مهمة جدا. وده الدور بصراحة المهم جدا اللي بتقدمه الشركة المتحدة في معركة الوعي، التصدي لأي أفكار هدفها هو يعني خلق كده الوقيعة بين المصريين، لكن الحمد لله عمر ما ده هيحصل. كل الشكر ليك الأستاذ محمد أدري، رئيس قسم الفن بجريدة الدستور. لسه مكملين مع حضراتكم مع فيلم السرب. هيئة قصور الثقافة قررت أنها تعرض الفيلم في كافة المحافظات. زي ما احنا عارفين هيئة قصور الثقافة ممتدة في كل محافظات مصر من الشمال للجنوب، 15 سينما تابعة لها. وفعلا مع بداية عرض الفيلم شهدت قصور الثقافة إقبال كبير جدا، ومن المتوقع كمان أن الإقبال ده يزيد خلال اليومين اللي جايين. تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذ عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة المصرية لقصور الثقافة. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، صباح الخير يا استاذ بسنت، صباح الخير يا استاذ محمد. صباح اهلا بيك يا استاذ عمرو، يعني يا ريت تدينا شرح كده وافي لخريطه عرض فيلم السرب في قصور الثقافه والاقبال كان عامل ازاي. الله يخليك. هو احنا في الاول في موضوع السرب، احنا عندنا السينما الشعبي، السينما الشعبي منتشره على مستوى الجمهوريه عندنا في قصور مصر كلها، مش كلها يعني معظمها اللي هي جاهزه للعروض السينما،
وكل قصر جديد بنفتحه طبعا بيشغل فيه سينما الشعب. سينما الشعب احنا عاملين بروتوكول مع المتحده، الشركه المتحده، ان بننزل احدث الافلام اللي تنزل في السوق باسعار مخفضه للجماهير. وطبعا احنا كان في العيد كان عندنا اقبال كبير جدا ككامل العدد الحمد لله. مع بدايه فيلم السرب احنا مع المتحده اتفقنا مع الوزيره وجهت ان هو لازم يتم من اول يوم يتم في جميع السينمات في وقت واحد. عملناه لجميع السينمات، جميع المسارح اللي هي جاهزه للسينما، اللي هي مجهزه تجهيز سينمائي اللي احنا بنشغله. إيه على سبيل المثال احنا عندنا مثلا قصر ثقافه جده في بني سويف، وعندنا في قصر ثقافه القناطر الخيريه، وعندنا في ابو المطامير في البحيره، وعندنا في قصر ثقافه الزقازيق في الشرقيه، وقصر ثقافه دمنهور في البحيره، وعندنا شرم الشيخ، وقصر ثقافه شرم الشيخ، وقصر ثقافه قنا، وقصر ثقافه اسوان، والمركز القومي بكفر الشيخ، وسينما هيبس في الوادي الجديد، والاسماعيليه، قصر ثقافه الاسماعيليه، وقصر ثقافه العريش. يعني احنا متوفرين على مستوى الجمهوريه في المواقع الثقافيه اللي بتنشر. الحمد لله فيلم السرب من يوم ما بدا، من يوم واحد، وعليه اقبال. جميل. اقبال كويس جدا جدا جدا. احنا بنتوقع الاقبال ده طبعا بيزيد، احنا في فتره اجازه لحد يوم الاثنين الاقبال بيزيد زايد كتير يعني الحمد لله. فيلم السرب من الافلام اللي هي بتحكي قصه واقعيه، احنا هدفنا ان هي بتنشر كمان روح، رفع روح الولاء والانتماء. احنا الجيش المصري، الجيش المصري العظيم اللي هو رد الاعتبار للشعب المصري وفخامه الرئيس في قراره في الملحمه الحقيقيه اللي بيجسدها فيلم السرب، دي من اهم المعارك اللي لازم بتوصل للشعب المصري وشبابنا عشان بترفع عنده روح الولاء والانتماء. الحمد لله الفيلم جايب اثره، عندنا منتشر بطريقه كويس جدا، الناس بتتفرج عليه كويس، يعني بيقبل عليه كويس جدا. الحمد لله ان هو ادى دورنا واحنا ادينا دورنا الحمد لله بحرفيه ممتازه. واحنا بشكر جدا الشركه المتحده على انتاج الفيلم وعلى التعاون والبروتوكول المتعاون مع الهيئه العامه لخصوص الثقافه ومع وزاره الثقافه. قصور مصر او المحافظات مصر بيبقى عندها تعطش للسينما. هي السينمات منتشره طبعا في القاهره وفي اسكندريه الكبيره، انما محافظات مصر اللي انا ذكرتها في قصور السينما بيبقى عندها تعطش. الشعب المصري عنده تعطش وحب للسينما، حب للسينما، كل انه بيدخل يتفرج على فيلم السينما بيبقى ليه تاثير كويس، تاثير ايجابي ورفع من الروح الايجابيه عندنا عند الشعب المصري. فهو مشروع من انجح المشاريع اللي في وزاره الثقافه. انا بشكر معالي الدكتور نبيل الكيلاني على دعمها للمشروع ده بكل قوه. الحمد لله المشروع اتي ثماره ونجاحه بطريقه جميله جدا الحمد لله. يعني اهم حاجه انه يبقى في زي ما حضرتك قلت يمكن محطات كده مختلفه لسينما الشعب. 40 جنيه سعر التذكره دي يمكن حاجه تخلي كل فئات الشعب تدخل وتبقى في حاله من الترفيه كده لدى هذه السينمات اللي موجهه لكافه الجموع المصريه. بنشكرك الاستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئه العامه المصريه لقصور الثقافه، كل الشكر ليك. شكرا استاذ عمرو. فيلم مصنوع بشكل جيد، فيلم السرب، مهم جدا ان احنا نتفرج عليه ونشوف ولادنا يشوفوا كمان البطولات الخاصه بالشخصيه المصريه. وصلنا مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده من صباح الخير يا مصر، نشوفكم بكره وحلقه جديده. بشكرك بسنت وكل الشكر لحضراتكم، وصباح الخير يا مصر.